طيب كلام جميل جدا. ان شاء الله هنبدا النهارده مع موضوع الاي نودز زي ما اتكلمنا من شويه والفايل سيستمز. طيب كلام جميل. بص يا سيدي، حاجه مهمه جدا ان انت وانت شغال كسيستم ادمن تكون فاهم ازاي الكيرنل بيتعامل مع الفايلز، ازاي اصلا بتتم عمليه التخزين واسترجاع الملفات بتاعتك دي. تمام، حاجه مهمه جدا بالنسبه لك تكون فاهم كده. حاجه مهمه جدا بالنسبه لك كمان انت تكون قادر تتعامل مع الفايل سيستمز. يعني انا مش متخيل اي سيستم ادمن ما يكونش قادر يتعامل مع فايل سيستمز مختلفه، وازاي يعمل حاجه اسمها مينتيننس للفايل سيستم، ازاي تمنتين الفايل سيستم ده. تمام، فعشان كده عايزك بس تركز النهارده جدا معايا. طيب كلام جميل. نبدا كده. حد فيكم سمع قبل كده عن حاجه اسمها الاي نود او الاي نودز؟ ايه الاي نودز دي؟ رقم بيكون لكل ملف. طيب حلو. تعال اكلمك كده بسرعه، او رقم بيحدد المساحه اللي بيشغل الملف على الهارد تفتكر؟ لا، ريفرنس فايل في الميموري. لا، بص يا سيدي، عايز اتفق معاك على اتفاقيه خلاص، ان الكيرنل بيتعامل مع اي حاجه بلغه الارقام. يعني زي ما قلت لك قبل كده ان كل يوزر له يوزر اي دي، وكل جروب ليها جروب اي دي، ولما الكيرنل بيتعامل مع الجروب اي دي ومع اليوزر اي دي، مش بيتعامل مع اليوزر نيم. عبارت يعني اقول لك، عايز اقول لك ان اليوزر نيم والجروب نيم عباره عن بس مابنج لليوزر اي دي عشان انت تقدر تتعامل معاهم. ما انا مش معقول هقول لك انت اليوزر اي دي بتاعك صفر والجروبس اللي انت ممبر فيها الجروب رقم 1001 و1002 و1003. حاجه صعبه جدا. يعني تخيل انت كبني ادم كده قاعد اقول لك خلي لي اليوزر رقم 500 ممبر في الجروب 1002، خلي لي اليوزر رقم 1002 ممبر في الجروب 1005. حاجه صعبه جدا صح؟ فحكايه بس ان اتعمل يوزر اي دي او اتعمل يوزر نيم عشان تماب اليوزر اي دي، وجروب نيم عشان تماب الجروب اي دي، بس عشان تسهل عليك الدنيا فقط لا اكتر ولا اقل. تمام. طيب زي ما عملنا كده مع اليوزر اي دي ومع الجروب اي دي، برضه نفس الحكايه بتتعمل مع الفايلز. الاوبريتنج سيستم لما بيجي او الكيرنل بتاعك لما بيجي يتعامل مع الفايلز، بيتعامل معاها بناء على رقم. الرقم ده بيريبريزنت الفايل ده. تمام كده. طيب هو بس قبل اي حاجه انا عايز افهم اصلا ده بتتخزن ازاي، او ازاي الديسك بتاعي اصلا، الديسك بتاعي كله على بعضه كده الداتا فيه بتتكتب وبتقرا ازاي. تعالى كده احكي لك حدوته هتفهمك الدنيا دي كلها. ماشي. طيب كلام جميل. تعالى كده بص يا سيدي، لو انت عندك حته ارض كده، لو انت عندك حتة ارض هنا، تمام؟ لو حد فيكم الفلاحين كده زي حالاتي، تمام؟ وكان اهله جدوده مثلا ولا حاجة عندهم ارض وورثوها وبتاع، وكان بيروح مع والده كده الارض ايام زمان وشوف الدنيا بتتقسم ازاي، تمام؟ كنت هتلاقي كده دايما كانوا بيقسموا الفلاحين وهم بيشتغلوا في الاراضي، بيقسموا الارض دي يعني الحتة اسمها كانوا بيسموها ايه يا سيدي، اللهم صل على النبي، دور. كانوا بيسموها ادوار. الادوار ده كل دور عباره مش دور يعني مبنى، لا، الدور ده كان عباره عن قطعه ارض كبيره جدا. يعني مثلا كل 50 60 فدان هي عباره عن قطع على بعضها. تمام، كل فلاح بتلاقي اللي عنده نص فدان، واللي عنده فدان، واللي عنده فدانين، واللي عنده خمسه. فكانوا بيقسموا الاراضي كده كل 50 60 فدان لادوار، وكلهم كلهم العامل المشترك اللي ما بينهم كنت بتلاقيهم ايه، كل قطعه كده في الدور دي متقسمه لحتت، كل حته بتاعت مين، بتاعت حد معين فيهم. وكان بيعمل ايه دايما على اول الدور كده، اول حته في الدور دي كان بيسيب لها مساحه هنا كده، يعمل عليها كانوا
كانوا بيعملوا عليها هنا كده في الاول حته صغيره كده اللي مش عارف يحط لك فيها عشه صغيره كده ولا حاجه لما يجوا يحرسوا الارض بالليل، بالذات اللي بيكونوا زارعين ذره واللي زارعين عنب وفواكه وكلام من دي. فكنت تلاقي كل واحد عامل لك عشه هنا كده في الاول وحاططها بس عشان يحرس وايه ويحط حاجته فيها، هدومه بقى، هدومه واكله، ولو عنده مثلا حيوان ولا حاجه جايبه معاه الارض ولا حاجه اللي معاه الحمار بتاعه وكلام من ده. فكنت بتلاقي دايما الحته اللي في اول الارض دي كده بيستخدمها عشان يدير بقيه مين؟ ها؟ بقيه قطع الارض دي. الفلاحين كلهم كانوا بيستخدموها كعامل مشترك ما بينهم عشان يديروها، تمام؟ مش البواب، لا مش شرط البواب، بلاش كلمه بواب دي، لا، بس كانت حته في الاول كده دايما. وكان كنت بتلاقي دايما العامل المشترك فيها ان بيروحوا زارعين شجره كبيره كده على اول الارض او على اول الدور دول، خلاص مش كده وبس. وكنت تلاقيه برضو بكل بساطه بيروح جاي كده ضاربين طرمبه في اول الارض هنا، يعني في اول حته هنا كده يزرع شجره كبيره قوي. وكان في عاده كده في الفلاحين عند اهل ابويا الله يرحمهم، يعني لما كنت اروح معاه الارض كده كان بيعمل ايه؟ لا غير الغفير، كانت حاجه حلوه قوي، كان دايما الشجره اللي بيزرعها دي بتكون مش شجره كبيره ودايما كانت بتكون مثمره. يعني ايه؟ دايما اللي كنت بشوفه كانت بتبقى شجر التين، شجر او جميز تقريبا حاجه كده، يا جميز يا تين حاجه من الاثنين، كانت بتبقى شجره كبيره جدا. الشجره دي كانت بتعمل ظل كلهم يقدروا يستخبوا فيه، خلاص، بحيث ان هم لما يقعدوا ياكلوا ولا حاجه ولا بتاع ما يبقوش قاعدين تحت الشمس على طول. طيب كلام جميل. يبقى بص كده، بص لسلوك الفلاحين اللي احنا شايفينه سلوك بدائي جدا، سلوك بدائي جدا بالنسبه لنا. بص استغل الحته اللي في الاول دي، بالمناسبه الحته اللي في الاول دي ما كانتش بتكون كبيره بالمنظر الغشيم اللي انا عملته ده، ده الحته اللي في الاول دي دايما دايما كانت بتبقى عباره عن ايه؟ كانت بتبقى حته مساحتها من الارض صغيره جدا، يكاد لا تكون تتخطى مثلا 5 متر في 5 متر ولا حاجه، او يعني بطول الارض او اهو حته كده، مش بطول الارض، بعرض الارض حته كده بتاع 3 متر في الاول ولا 4 متر في الاول، حته صغيره قوي مقارنه بحجم الارض ده، شايف؟ كان سلوك بدائي جدا، بس هو ده فعلا فعلا اللي احنا لما بنيجي نشتغل بيتطبق. بص لي كده. اه بالمناسبه كمان كانوا بيعملوا ايه لما بيجوا يقسموا الارض بتاعتهم؟ كانت كل قطعه ارض بتخص فلاح فيهم، صح؟ تمام. طيب مش كده وبس، كانوا بيعملوا ايه؟ القطعه نفسها الكبيره قوي دي اللي 50 فدان دي كانوا بيقسموها من جوه. يعني تخيل لو هي عندك مثلا 8 فلاحين مشتركين فيها، ده 2 4 ده 6 8 8 فلاحين، كل قطعه بتاعت فلاح فيهم. فكانوا بيعملوا ايه؟ مثلا يقول لك اول 3 قطع دول، اول 3 دول بيتزرعوا ذره، بعد كده مش عارف اللي بعدهم دول بيتزرعوا مش عارف وليكن رز، اللي بعدهم دول يحطوا فيهم عنب، فاهم؟ فكان بيقسمهم كده. طيب كلام جميل. تعال بقى نسيب المثال الصغير ده، نسيب المثال ده وتعال نشوف بقى ايه اللي بيحصل عندك في الحقيقه. بص لي كده يا سيدي، ده الهارد ديسك بتاعك، بكل بساطه ده الهارد ديسك بتاعك. الهارد ديسك بتاعك ده اول ما بتجيبه خالص من الشركه بيكون فاضي، مفيش عليه اي حاجه، حتى مفيش عليه بارتيشنز اساسا، بيكون اسمه كده رو ديسك او رو سبيس، خلاص. الرو سبيس دي يعني ارض كده على بعضها كلها حته واحده لسه ما ترتبتش، ها، او لسه ما نظمتهاش ان هي تستقبل يتزرع فيها حاجه او يتخزن فيها حاجه، تمام كده؟ طيب كلام جميل. بيعمل ايه الفلاحين؟ كل فلاح بيقول لك يا عم ادي قطعه الارض بتاعتي، كل قطعه بتتقسم حتت زي ما الفلاحين كانوا بيعملوا. فانا هعمل ايه؟ انا محتاج حته في الاول بس كده صغيره جدا، انا محتاج حته في الاول صغيره جدا كده اهي، زي الحته اللي الفلاحين كانوا بيستخدموها في الاول عشان يحط فيها ايه؟ ها، او عشان يستخدمها كحته يدير منها بقيه مين؟ بقيه الدور او بقيه قطعه الارض الكبيره دي. فبص كده، الحته دي كده عندنا اسمها الام بي ار او الماستر بوت ريكورد، ماشي كده؟ يبقى الحته اللي في الاول دي هيكون اسمها الماستر بوت ريكورد. طيب كلام جميل. طيب
الماستر بوت ريكورد دي كل لازمتها ايه في الحياة؟ ها، لازم تكون موجودة، وخليك فاكر اهو بقول لك لازم تكون موجودة علشان تقدر تعرف، ها، وعشان تقدر تتحكم في قطع الارض اللي موجودة عندك دي. تمام كده؟ طيب كلام جميل. الام بي ار دي لازمتها ايه يا عم؟ الام بي ار دي لازمتها ايه في الحياة؟ الام بي ار دي بص اعتبرها كده هي هتكون الخريطة اللي هتقدر عن طريقها تفسر فين بداية ونهاية كل قطعة أرض، فين بداية ونهاية كل حتة من الديسك دي. أنا قلت لك كل حتة من الديسك بتتقسم، طب لما بتقسم كل حتة أرض أو كل قطعة من الديسك بتسميها إيه هنا؟ كل قطعة من الديسك بتسميها هنا بارتيشن. تمام كده؟ يبقى لما تجيب الديسك وتقسمه حتت، كل حتة تسمى بارتيشن. طب عشان تدير البارتيشنز دي، عشان تعرف فين بداية ونهاية كل بارتيشن هنا، ده بدايته هنا ونهايته هنا، وده بدايته هنا ونهايته هنا، وده بدايته هنا ونهايته هنا أهو، وده بدايته هنا ونهايته هنا، شايف؟ عشان تعرف كده، عشان تعرف المعلومات دي، لازم يكون عندك في الأول كده خريطة، ها، الخريطة دي بتفسر أو بتوضح فين بداية ونهاية كل قطعة. تمام كده؟ طيب كلام جميل. طيب بص يا سيدي، ال NBR ده بقى، ال NBR نفسه بيتكون من 3 أجزاء. ال NBR نفسه بيتكون من 3 أجزاء. بالمناسبة ال NBR، بما ان في واحد هنا اتكلم على حاجة اسمها ال GPT، بما ان في واحد هنا اتكلم على ال GPT دي، فانا عايز اقول لك بس ان مش دي الطريقة الوحيدة اللي موجودة في العالم عشان تبقى عندك حتة ارض وعارف تديرها بشكل كويس. مش دي الطريقة الوحيدة اللي موجودة اللي هي طريقة الام بي ار دي، في اكتر من طريقة، ها، عشان ايه؟ تنظم الوصول لقطع الارض اللي موجودة دي، منها الجي بي تي. خلاص، بس خلينا دلوقتي نفوكس على الام بي ار، ولما اخلص هقول لك الفرق بين الاتنين، فما تحاولش بس ايه تشوش نفسك بايه باكتر من معلومة دلوقتي، خلينا نتكلم على الام بي ار بس. طيب كلام جميل. بص يا سيدي، الام بي ار ده بيتكون من ايه؟ الام بي ار ده والله يا سيدي بيتكون من 3 أجزاء. بيتكون من حاجة اسمها البارتيشن تيبل، تمام؟ ايه كمان؟ ها، بيتكون، او البارتيشن تيبل ده اللي يهمني دلوقتي، عايز اقول لك حاجة صغيرة جدا، لو حد فيكم برضه راح مع الفلاحين وهو ابوه بيشتري حتة ارض او ابوه بيبيع حتة ارض، خلاص، يعني لو كان عندكم ارض كده ولا حاجة وجيت تشتريها ولا تبيعها، عارف الفلاحين كانوا بيحددوا الاملاك بتاعتهم ازاي؟ او مش كانوا وما زالوا لحد النهاردة في مصر، عارف بيحددوا ازاي؟ بيجي على اول حتة الارض هنا كده ويروح ضارب حديدة في الارض، ويجي على نهاية الارض هنا كده من هنا، ها، ويروح ضارب حديدة برضه عشان يعلم الأرض بتاعته، عشان يعلم الأرض بتاعته. خلاص، الراجل برضه اللي جنبه جاره ده هيعمل إيه؟ هيجي من هنا كده يروح ضارب حديدة في بداية الأرض ويروح ضارب حديدة في نهاية الأرض عشان يعلم مين؟ ها، الأرض بتاعته دي. يبقى إيه اللي حصل؟ يبقى الراجل ده، يبقى الفلاح رقم واحد قدر يعرف بداية الأرض بتاعته فين ونهاية الأرض بتاعته فين. زي نفس الفكرة، الفلاح رقم 2 عرف بداية الأرض فين ونهاية الأرض فين. شفت بقى؟ ونفس الحكاية طبق على الفلاح رقم 3 والفلاح رقم 4 وغيرهم. يبقى كل فلاح عشان يضمن كل حتة أرض دي ملك ولا لأ، كان بيحط حديدة على أول الأرض وحديدة على آخر الأرض، عشان ما يجيش النهاردة واحد يقول لك أنا عندي 2 فدان، يجي بكرة يروح سارق كده كام متر من الأرض اللي جنبه. أنا إيه اللي يضمن الحتة دي بتاعتي ولا مش بتاعتي؟ ما أنا ممكن أجي كده وأروح مزود كام متر ولا حاجة، وأنا إيه؟ وأنا بروي الأرض وأقول الحتة دي بتاعتي وخلاص. فعشان كل واحد يتحكم في أملاكه، كانوا بيروحوا كده متفقين، يا عم دي نهاية أرضك ودي بداية أرضي، طب تعالى بقى هات يا عم كده مش عارف حديده مش عارف طولها بتاع 3 متر ولا حاجه، ودق الحديده دي في الارض بحيث ان ما اجيش في يوم من الايام اخد منك كام متر ولا انت تيجي تاخد مني كام متر. ماشي؟ طيب لحد دلوقتي حد عنده مشكله؟
نفس الطريقه بالظبط بالظبط اللي بتطبق عند الفلاحين ديم هي للام بي ار بيستخدمها مع البارتيشن تيبل. البارتيشن تيبل ده ها كل وظيفته في الحياه انه يقول لك البارتيشن ده بدايته هنا ونهايته هنا، والبارتيشن ده بدايته هنا ونهايته هنا، والبارتيشن ده بدايته هنا ونهايته هنا. شايف كده؟ ايه رايك؟ فالطريقه دي طريقه فعاله جدا. يبقى الام بي ار كان بيستخدم حاجه اسمها البارتيشن تيبل، الام بي ار كان بيستخدم حاجه اسمها البارتيشن تيبل عشان يقدر يحدد ها فين بدايه ونهايه كل بارتيشن موجود. تمام كده؟ والا لو انت ما انتش عارف فين بدايه ونهايه كل بارتيشن هيبقى الدنيا كده عباره عن حته ارض كبيره صايحه على بعضها. ما انا لو مش عارف ان دي بدايه البارتيشن ودي نهايته، طب هتبقى الحته كده صايحه على بعضها اساسا. فكان لازم تحط علامات عشان ايه ها تعرف فين بدايه ونهايه كل بارتيشن. وهو ده الدور اللي بيقوم بيه مين يا عم؟ ها البارتيشن تيبل اللي هو جزء من مين؟ من الام بي ار. تمام كده؟ يبقى خليك فاكر الام بي ار بيتكون من ثلاث اجزاء، بنتكلم عن واحده بس منها دلوقتي اللي هي البارتيشن تيبل. طب البارتيشن تيبل ده لازمته ايه في الحياه؟ يحدد بدايه ونهايه كل بارتيشن. اعتبر ان هو كده العلامات بتاعه الارض او زي علامات الارض بالظبط. طيب حاجه بس عايز اقول لك عليها، خليك فاكر دايما بما ان البارتيشن تيبل ده هو اللي بيحدد بدايه ونهايه كل بارتيشن، تمام؟ لو البارتيشن تيبل ده بتاعك اتمسح، من الاخر لو العلامات اللي في الارض دي كده طارت، يعني العلامه دي كده طارت اهو، تعال نمسح كده الحته دي، تخيل لو العلامات الفاصلة بين الأرض دي كده بين كل حتة أرض والتانية طارت، إيه اللي هيحصل؟ بالله عليك قولي كده. ها لو العلامات اللي في حتة الأرض دي كلها طارت، ما بقاش كل بارتيشن عارف فين بدايته ونهايته فين. عارف إيه اللي حصل للديسك بتاعك؟ الديسك بتاعك رجع تاني لرو ديفايس أو رو سبيس. بكل بساطة رجع كأنه كده حتة حديدة مفيش عليها أي داتا. بص كده بقى عامل ازاي، رجعت حتة أرض الخمسين فدان على بعض. أنا مش عارف مين بتاع مين، مين فين حتة الأرض بتاع الفلاح الأولاني، ولا فين حتة الأرض بتاع الفلاح التاني، ولا مين رايح فين بالظبط، ما انت بقاش عارف. خلاص الدنيا ساحت على بعضها. عشان كده البارتيشن تيبل بتاعك ده مهم جدا. خليك دايما فاكر بارتيشن تيبل كانت كل مهمته في الحياة انه يعمل ايه؟ ها يخلي الداتا بتاعتك ايه؟ او يخلي البارتيشنز بتاعتك ايه؟ بدايتهم ونهايتهم معروفة. طب لو هو اصلا اتمسح، او لو هو اصلا بقى كوربتد، ها بلاش اتمسح، بقى كوربتد اصلا، يعني حصل كوربشن هنا في الاول كده في الام بي ار نفسه، الام بي ار بتاعك ضرب. لو الام بي ار ضرب ايه اللي حصل؟ فالبارتيشن تيبل ده هيبقى انريدابل. فايه اللي هيحصل؟ الارض رجعت حته حته تانيه على بعضها، الارض رجعت رو سبيس على بعضها كده، كانك لسه جايب الديسك من المصنع. خلاص مع السلامه. ماشي كده؟ حد عنده اي مشكله؟ ها اللي عنده اي مشكله وقفني. طيب كلام جميل، نرجع بقى تاني كده لموضوعنا. تعال نمسح الكلام دون. يبقى انا كده عرفت ان في عندي ايه، انا عندي حته ارض كبيره هتتقسم لاجزاء، كل جزء هسميه بارتيشن، وعشان اعرف بدايه ونهايه كل بارتيشن هيكون عندي ها حاجه اسمها البارتيشن تيبل. البارتيشن تيبل ده جزء من حاجه كبيره قوي اسمها الام بي ار. طيب كلام جميل، تعال نرسم حته الارض تاني. بص يا سيدي، ادي حته الارض اهي، وليكن هقسمها المره دي لثلاث اجزاء. خلينا نصغر الدنيا شويه.
قطعة الأرض الكبيرة دي أو الدور الكبير ده اتقسم قطعة اتعملت رز، وقطعة تانية اتعملت ذرة، وقطعة تالتة اتزرعت قطن. خلاص، تفتكر ان طريقة الزراعة بتاعة الرز دي هي نفس طريقة الزراعة بتاعة الذرة، هي نفس طريقة الزراعة بتاعة القطن؟ مستحيل يكونوا زي بعض، مستحيل. انت بتكلمني في حاجة مستحيلة، عارف ليه؟ تعال مثلا اديك كده مثال واقعي. الرز ده معروف دايما عنه، الرز معروف دايما عنه ان هو بيكون محتاج لميه كتيره جدا. عايز اقول لك ان نص دوره حياه الرز دون وانت بتزرعه لازم يكون الميه في الرز لا تقل عن 40 سنتي ولا حاجه، طول السنه عايز ميه. وفي الاخر خالص ما بتنشفش الارض بتاع الرز دي الا في اول شهر 8. يعني انت بتزرع مثلا في اول 5، بيقعد 3 شهور كاملين الرز ده كده نايم في 40 سنتي او 50 سنتي ميه، وساعات احيانا بيكون اكتر كمان، ماشي كده. وبعد كده خالص قبل ما تيجي تحصده بشهر ولا حاجه ولا بشهر ونص يقول لك نشف الارض بقى. تخيل بيقعد 3 شهور في ميه وشهر واحد بس عشان ينشف وتلم الزرع بتاعك. طيب تفتكر لو عملت كده، تفتكر لو عملت كده مع الذرة، ها ايه اللي هيحصل للذرة؟ ايه اللي هيحصل للذرة؟ ده الذرة ده مثلا بيقول لك يا عم ده بيتروى 3 رويات بس. فتفتكر لو انت حطيت له ميه بكميات كبيره جدا، اصلا الجدر بتاعه في الارض كده هيموت، والارض دي كده اوتوماتيك هتبقى كوربتد. فينفع تعامل قطعه ارض مزروعه بحاجه معينه زي قطعه ارض مزروعه بحاجه تانيه؟ انت كده بتدمر نفسك بنفسك. طب القطن مثلا يا سيدي، بيقول لك القطن ده محتاج درجه حراره عاليه جدا، ومحتاج يتروى مثلا في السنه كلها على بعضها 3 رويات او 4 رويات. ولما بيتروى، ها مش كده وبس، غير ان هو لما بيتروى كمان، لا ده المسافه بين كل شجره وشجره ها مثلا محتاجه 30 سنتي. المسافه بين كل شجره الذره والشجرة اللي جنبها محتاجة 15 سنتي، تمام كده؟ فتخيل بقى في واحد كده بكل بساطة اتهبل في دماغه وعايز ايه؟ يعامل كل قطع الأرض دي كده زي بعضها. انت بتتكلم في واحد هو اللي بيدمر الأرض دي. نفس الطريقة زي ما احنا موجودين في الحقيقة بالظبط، بيكون عندك أيادي الديسك بتاعك. الديسك بتاعك ده متقسم لبارتيشنز، بيكون في الاول في الام بي ار اهو، والام بي ار زي ما انت عارف في جزء اسمه البارتيشن تيبل. كل قطعه من دول كده بتتزرع بحاجه معينه، طريقه الزراعه دي كده اسمها الفايل سيستم. خلاص كده، ده اسمه الفايل سيستم، وده برضو اسمه فايل سيستم، وده برضو اسمه فايل سيستم. خلاص، يبقى قطعة الأرض كده على بعضها كده، أو كل قطعة أرض لوحدها يا سيدي، ها كل قطعة أرض لوحدها، ها لوحدها كده هتطلع زرع ولا لازم تتزرع؟ كل قطعة أرض لوحدها لازم تتزرع، عمرها ما هتطلع زرع لوحدها. طب عشان تزرع الأرض دي مش لازم تجهزها للزراعة؟ كون في قطع أرض عشان تجهزها للزراعة محتاجة المسافة بين كل المسافة بين كل خط والتاني 15 سنتي، وفي قطع أرض محتاجة 30 سنتي مسافة بين كل خط والتاني، وفي قطع أرض يقول لك لا يا عم ده أنا ممكن أبذر الحبوب بس وخلاص، زي مثلا ال 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 القمح. القمح بيبذر الحبوب كده عشوائي وشكرا يا معلم، هو بيطلع لوحده كده بس خلاص شكرا، مش محتاج بقى يقعد يخطط وتعب نفسه والكلام الفاضي ده كله. هو بيشيل شويه غله في ايديه ويبدرهم في الارض كده وهو ماشي وخلاص كده شكرا مع السلامه، تمام كده. فكل طريقه عشان تتعامل مع ارض او قطعه ارض او قطعه من قطع الاراضي اللي موجوده دي، كل طريقه عشان تتعامل مع قطعه من قطع الاراضي اللي موجوده دي، ها عشان تقدر تزرع الارض دي، عشان تقدر تخزن وتسترجع الملفات
ازاي تعمل ستور وريتريف للداتا بتاعتك، لازم يكون عندك ها في طريقه محدده بتتعامل بيها خلاص عشان تقدر تخزن على البارتيشن ده. علشان تقدر تخزن على البارتيشن ده لازم يكون عندك فايل سيستم عشان ينظم عمليه التخزين والاسترجاع بتاع البيانات دي. وضحت؟ ها واضحه الفكره دي؟ يبقى الفايل سيستم كل لازمته في الحياه ايه؟ ها ان هو هينظم عمليه تخزين واسترجاع الملفات اللي موجوده عندك، زي بالظبط الفلاح ما بيجي يخطط الارض بتاعته ويقول لك المسافه بين كل خط والتاني كام سنتي، والخط بتاعي ده هيبقى طوله كام سنتي كمان، ولما اجرب الارض دي هرويها كل قد ايه، طب انا هروي بالغمر ولا هروي بالتنقيط؟ نفس الحكايه بالظبط، نفس الفكره بالملي. يبقى الفايل سيستم، الفايل سيستم هو عباره عن ايه؟ ها الفايل سيستم عباره عن ايه؟ الطريقه اللي بتقدر بيها تخزن وتسترجع البيانات من على الديسك بتاعك او من على البارتيشن بتاعك، بمعنى ادق بقى. ها تمام كده؟ تمام. طيب زي ما قلت لك ان في عندك اكتر من طريقه عشان تزرع كل حته ارض، ممكن تزرع رز فانت محتاج طريقه، ممكن تزرع مش عارف قمح فانت محتاج طريقه تانية، ممكن تزرع مش عارف ذره فانت محتاج طريقه ثالثه، ممكن تزرع عنب فانت محتاج طريقه رابعه. تمام كده؟ نفس الفكره، عندنا في اكتر من فايل سيستم موجود، عندنا في اكتر من فايل سيستم. ايوه زي ما الراجل ده كتب كده، يعني عندك مثلا حاجه اسمها فات 32، في عندك مثلا حاجه اسمها NTFS، في عندك حاجه مثلا اسمها EXT2، في عندك حاجه اسمها EXT3، في عندك حاجه اسمها EXT4، في عندك حاجه اسمها XFS. تمام. في عندك حاجه اسمها PTRFS، في عندك حاجه اسمها ZFS. كل دول طرق مختلفه، اعتبر ده زي الرز، ده زي الغله، ده زي القمح، ده مش عارف زي العنب، ده زي التفاح، ده زي الاناناس، ده زي المانجا، ده زي مش عارف ايه، وهكذا. يبقى كل واحد فيهم له طريقه عشان يتزرع. ها في مشكله؟ يبقى الفايل سيستم هو عباره عن الاسلوب او الطريقه اللي بتخزن وبتسترجع بيها البيانات على البارتيشن بتاعك. وعندنا اكتر من فايل سيستم، عندنا اكتر من طريقه نزرع بيها الارض دي. ممكن ازرعها رز او قمح او غله، بالظبط انا ممكن احط عليها فايل سيستم نوعه NTFS او EXT2 او EXT3 او EXT4 وهكذا، براحتك بقى. تمام كده؟ طيب السؤال بقى، هو انا ليه عندي شويه عندي رز وعندي غله؟ ايه ايه يعني السؤال؟ خليني بسال سؤال عشوائي زي الراجل اللي اسمه محمد عبد الله ده، ولا محمد عطله ده. بص، هو انا ليه محتاج ازرع رز ومحتاج ازرع غله ومحتاج ازرع مش عارف تفاح ومحتاج ازرع مش عارف قمح؟ مش كده وبس، ده سؤال عشوائي اكتر منه. هو ايه الاحسن، الرز ولا القمح؟ طب التفاح ولا العنب؟ ها بكل بساطه ده سؤال غبي جدا، سؤال غبي جدا مني. لو حد سال السؤال ده اعرف ان هو دماغه دي مضيعه. عارف ليه؟ مفيش في حاجه اسمها التفاح احسن من العنب، مفيش حاجه اسمها كده، ومفيش حاجه اسمها الرز احسن من القمح. ده له استخدام وده له استخدام. خلاص، ينفع تفضل عايش طول حياتك على قمح بس؟ ايوه بالنسبه لك، الله يفتح عليك، انت جاوبت على السؤال اصلا من غير انا ما اتكلم، انت قلت هو احسن بالنسبه لك انت. يبقى على حسب الاحتياج، انت ممكن تكون بتحب الرز، انت يا عم واحد بتحب الرز جدا زي الجماعه اخواتنا الفلبينيين اللي موجودين في الفلبين دول، معايا ناس في الشغل فلبينيين، عايز اقول لك ان هم والله العظيم بييجوا يفطروا رز كل يوم، كل واحد فيهم كده بتلاقيه جايب معاه علبه كده وقافلها وتلاقيه جايب رز وعمال يفطر رز الصبح، تخيل. انت بتحب الرز، بس ده ما يمنعش ان انا محتاج احب القمح، انا بحب العيش يا عم، الغلازه بتاعتك دي. في واحد تاني لا 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 يا عم، انا بص انا ما بحبش الكلام ده كله، انا بعمل دايت ومحتاج اكل فواكه بس. ممكن واحد تلاقيه يحب العنب، واحد تاني بيحب التفاح. فمين اللي هيحدد ايه الاحسن فيهم؟ ها مين اللي هيحدد مين الاحسن فيهم؟ الاستخدام بتاعك انت بس،
احتياجك انت هو اللي هيحدد. فانت ما ينفعش تيجي تقول لي ها ان الفات 32 احسن من الان دي اف اس، ولا الان دي اف اس احسن من الاي اكس تي 2، ولا الاي اكس تي 2 احسن من الاي اكس تي 4 ولا الاكس تي 3. كل واحد فيهم له مميزات وخصائص بكل بساطه، كل بساطه كل واحد فيهم له ادفانتجز وديس ادفانتجز، ماشي؟ كل واحد فيهم له مميزات وعيوب. طيب تعالى كده اديك مثال، وهديك مثال على اشهر اتنين فايل سيستم انت اصلا بتستخدمهم في ويندوز على طول، او ممكن تلاقيك سمعت عنه اكتر من 100 مره، الفات 32 والان دي اف اس. بص الفات 32 ده، الفات 32 عنده عيب خطير جدا، عارف هو ايه؟ ها، ان اكبر مساحه فايل ما ينفعش تتخطى 4 جيجا. مساحة الفايل الواحد ما ينفعش تزيد على 4 جيجا، تخيل؟ ده خازوق كبير قوي. ده انا النهارده يا عم بروح انزل فيلم ولا لعبه من على الانترنت حجمها 5 جيجا وممكن اكتر كمان. انا بقيت بشوف ملف ايزو واحد دلوقتي 8 جيجا، تخيل؟ وبقيت بشوف افلام الفيلم نازل 12 جيجا، الافلام البلوراي تحديدا، وفي العاب نازله 60 جيجا، ايوه، بتاعه الاكس بوكس والبلاي ستيشن. لسه كنت منزل نيد فور سبيد على البلاي ستيشن عندي من كام يوم، كانت كام؟ 42 تقريبا او حاجه كده، 42 جيجا كنت بنزلها لسه على البلاي ستيشن من كام يوم. تخيل منزل ملف واحد 42 جيجا، ملف واحد. معنى كده ان لو عندك فات 32، لو عندك فات 32 ينفع تستخدمه عشان تخزن ملفات بالحجم الرهيب ده؟ ها، مش هينفع يا معلم، متشكرين. طيب اقول لك على حاجه كمان، فايل سيستم زي فات 32 ده مش بيسبورت ادفانسد فيتشرز زي الكومبريشن مثلا. انا ما اقدرش اعمل اعمل كومبريس للفايل سيستم ده، ما بيقدرش يسبورت ادفانسد فيتشرز زي الانكريبشن، مش بيسبورت الانكريبشن. طب مين اللي بيسبورت حاجات زي دي؟ زي الان دي اف اس مثلا. الان دي اف اس ها بيسبورت الانكريبشن، مش كده بس، بيسبورت الكومبريشن. اكبر فايل فيه، مساحه الفايل فيه، اكبر مساحه فايل فيه لحد 256، اعتقد 56 تيرا او 16 تيرا. ثانيه واحده كده هعذب نفسي ليه معاكم، تعالى. مش محتاج، انت مش محتاج اصلا تحفظ الكلام ده، كنت كده تقول له انت اف اس وهجيب لك الماكسيمم فايل سايز قد ايه. تعالى هنا كده، بص يا سيدي، اكبر مساحه بارتيشن ها الماكسيمم فوليوم سايز 256 تيرا، بس 256 تيرا، ماشي؟ ده الفوليوم. طيب كلام جميل. بص لي كده، الماكسيمم فايل سايز 16 اكزا بايت لو بتستخدم الفايل، او كل فايل البلوك سايز بتاع الفايل 1 كيلو، و16 تيرا بايت لو بتستخدم 64 كيلو البلوك سايز. ده اللي موجود على ويندوز 7 وويندوز مش عارف 2008. يعني من الاخر، في ويندوز 10 وويندوز سيرفر 2012، 2012 ويندوز 10 مساحه الفايل اكبر فايل 16 اكزا بايت، وويندوز 7 و2008 وفيستا هتلاقيه 16 اكزا بايت، و256 تيرا ها لويندوز 8 وويندوز سيرفر 2012. لويندوز سيرفر 2012 256 تيرا. طيب اكزا بايت، اكزا بايت اي اي بي معناها اكزا بايت، خلاص. طيب تعال لي هنا كده مثلا، دي من مميزات الان تي اف اس. معنى كده انت ممكن اعلى من التيرا الاكزا بايت. تعال كده واوريك كده، الاكزا بايت دي كده عباره عن 10 اس 18، عارف 10 اس 18 دي يعني كام؟ الميجا بايت، بص
كل 1024 تيرا عبارة عن 1 بيتا بايت، وكل 1024 بيتا بايت عبارة عن 1 اكزا بايت. وصلت؟ يعني الاكزا بايت عبارة عن مليون تيرا بايت. ها وضحت؟ بكل بساطة الاكزا بايت عبارة عن 1 مليون ها تيرا بايت. طيب تعالى مثلا اديك فايل سيستم او اكلمك على فايل سيستم زي وليكن يا سيدي البي تي ار اف اس. بص لي كده البي تي ار اف اس ده مثلا. البي تي ار اف اس مساحة الفوليوم الواحد الماكسيمم فوليوم سايز ها 16 اكزا بايت. خلاص بس بص لي هنا كده الماكسيمم نمبر اوف فايلز 2 اس كام؟ 2 اس 64. 2 اس 64 ان تي اف اس كان 2 اس 32، يعني البارتيشن الواحد ياخد لحد 4 مليار فايل، انما ده 2 اس 64 رقم كبير جدا، اكبر منه بكتير جدا. خلاص طيب طيب اديك مثلا فايل سيستم زد زد اف اس ده، وزد اف اس ده بقى تعال شوف بقى الكوميديا اللي موجوده معاه. بص الماكسيمم فوليوم سايز قد ايه؟ 16 زيتا بايت. 16 زيتا بايت تخيل. ها يعني بص عينك ما تشوف الا النور. بص 16 زيتا بايت دول قد ايه؟ عشرة أس واحد وعشرين. يعني بكل بساطة شايف؟ يعني الزيتا بايت الواحدة مليون بيتا بايت. شايف؟ ها وضحت؟ ها شايف الأحجام قد إيه؟ طيب انت بتبص من ناحية الأحجام على مكنة واحدة، انت لسه شايف الدنيا ضيقة قوي. خلاص بص يا سيدي عايز اقولك ان انت لما ربنا يكرمك كده هيبقى معظم شغلك على الكلاسترز. خلاص فالكلاسترز دي ها بتعمل ايه؟ بص هذا سيرفر وده سيرفر وده سيرفر وده سيرفر اهو، بتجمعهم كلهم مع بعض كده، وفي الاخر تعمل ستورج كبيره جدا بتضم كل الاستورج اللي موجوده عليهم. الاستورج يبقى اسمها ستورج بول، تبقى مساحتها كبيره جدا. خلاص في مساحات زي دي موجوده ما وصلتش لمرحله الزيتا بايت دي، ما شفتش انا ولا سمعت عن حد وصل للزيتا بايت دي خالص. خلاص كلاستر عباره عن مجموعه ماشين بيشتغلوا مع بعض عشان يحققوا حاجه معينه، منها الهاي افيلابيليتي، منها الشيرد ستورج، منها اللود بالانسنج. خلاص فما تبصش للدنيا ان هي الدنيا عبارة عن جهاز واحد كده عليه ديسكين ثلاثة زي ما انت بتشتغل في البيت والموضوع انتهى على كده، لا الدنيا اكبر من كده بكتير جدا. خلاص مش لازم يكونوا بنفس المكان اطلاقا خالص، انسى الحكاية دي. ماشي طيب كلام جميل يا دي ناس يا ابني، انت رابط نفسك بناسا ليه كده؟ ليه انت فاكر الناس اكبر حاجة موجودة في الدنيا؟ مش اكبر حاجة ولا حاجة والله. خلاص وبالمناسبة احنا النهاردة في الوقت الحالي احنا ما بقيناش بعيد قوي 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 عن الاحجام الكبيرة اللي انت بتتكلم عليها دي. خلاص يعني بص كده طالما انت دخلتني في السكه دي بقى، بص يا سيدي بص لي كده سامسونج يا سيدي جت من فتره كده واعلنت ان هي هتنزل 16 تيرا بايت هارد ديسك، ومش كده بس ده اس اس دي ديسك كمان.
ديسك واحد ومش ديسك عادي كمان، ده اس اس دي ديسك ها 16 تيرا بايت، تخيل. طيب كلام جميل. حاجه تانية كمان بقى، الفلوس بتعمل كل حاجه فعلا. طالما انت جيت لي في السكه دي، لو حد فيكم سمع عن البيج داتا او اشتغل فيها قبل كده وبدا يشتغل في موضوع الكلاسترز خلاص، وسمع عن البيج داتا اكسبلوشن هيتخض. تعال لي هنا كده، انا عايز اوريك بس الصور هنا كده. ربنا يديك الصحه بقى وانت بتشوف الصور دي. فين الصور دي؟ في صور اصلا ظهرت؟ مفيش اي صور ظهرت اساسا. من الواضح ان عندي كروم بيهيس، فانا ايه يعني مراتي مش ناقصه بصراحه. ثواني بقى كده انا معايا اشوف. ثواني بس اظبط النت. المعلم عمر ابني اكيد بيتفرج يوتيوب فول اتش دي، فايه فهوقف انا بقى الموبايل اللي هو عمال يتفرج لي عليه ده، ولا التابلت اللي قاعد فاتحه لي ده. ثواني بقى كده. طيب معاكم تاني معلش. زي ما توقعت المعلم عمر ابني قاعد فاتح اليوتيوب وقاعد ايه عمال شغال بيفتح فول اتش دي، فايه فال2K بتموتني. ما علينا، نرجع مرة تانية كده. بص يا سيدي، تعالى كده. بص لا في واحدة كمان هتوضح لك بقى الكوميديا اللي بتحصل هنا. بص الدقيقة الواحدة، ها الدقيقة الواحدة على الانترنت حاليا، بص ايه اللي بيحصل فيها. 2.4 مليون سيرش كويري على جوجل مثلا. بص كده على اليوتيوب 2.7 مليون فيديو فيو كل دقيقة، ها 2.7 مليون فيو للفيديو الواحد، او مش الفيديو الواحد، الفيديوهات الموجودة على الانترنت او موجود على اليوتيوب تحديدا مش على الانترنت كله كامل. سناب شات مثلا 527 الف صوره بتعمل لها شير في الدقيقه، تمام كده. 150 مليون ايميل بيتبعت. نتفليكس في الدقيقه الواحده بيتشاف ما يقارب 70 الف ساعه، تخيل. الفيسبوك 700 الف لوجن،
701,000 لوجنه، الانستجرام عليه ما يقرب من 38,000 بوست بيظهروا عليه كل دقيقه، لينكد ان 120 اكونت كل دقيقه. طيب ارجع لي تاني هنا كده، تعالى كانت في رسمة بيانية كده هتوضح لك الدنيا دي كلها. طيب مش لاقيها يعني. طيب هقول لك ايه، بص بكل بساطه بكل بساطه، طب عشان ما اضيع وقت بقى بس على الفاضي، مش محتاج اضيع الوقت ده كله على الفاضي. بص يا سيدي، ايوه نرجع للكورس. بما ان انت سيستم ادمن خلاص، او بص الكوميديا اللي هتحصل عندك ايه، ان حجم الداتا، حجم الداتا عايز اوصلك في الاخر للكونكلوجن ان المساحات بقت مساحات رهيبه، مش كده وبس. انسى فكره ان يكون عندك ديسك واحد بقى، احنا خلاص هنبدا نتعامل مع اكتر من ديسك من اول، ممكن من اول بكره ان شاء الله او من اول بعد بكره هيبقى معظم تعاملنا مع اكتر من ديسك واحنا شغالين، وهنجمعهم مع بعض وهنشتغل بيهم، وبعد كده في نهايه الكورس خالص في التراك الرابع هنجمع اكتر من مكنه ونعمل كلاسترز، هتبقى شغلانه يعني. طيب كلام جميل. الحاجه اللي بعد كده ان حكايه الفايل سيستم، او ليه الفايل سيستم، او ليه الفايل سيستم بقى بيسبورت احجام رهيبه. خلاص خلاص، ليه الحكايه دي؟ بسبب حاجه اسمها الانستراكشرد داتا. بكل بساطه العالم كله لحد النهارده في الاخر، في اخر مثلا لحد سنه 2005، لحد سنه 2005 كانت معظم الداتا الناس بتحاول تخزنها هي حاجه اسمها استراكشرد داتا. خلاص غالبا كانت بتبقى داتابيز، والاحجام بتاعتها كانت بتبقى صغيره النهارده، او مقارنه بالنهارده الاحجام بتاعتها كانت بتبقى صغيره جدا كمان مقارنه بالنهارده. النهارده حاجات كتيره جدا عايزه تتخزن. خد بقى يا عم عندك للصبح فيديوهات بقى، الفيد بتاع السي سي تي في كاميرز، لو حد فيكم مثلا اشتغل في اي مؤسسه امنيه ولا حاجه، خلاص المؤسسات الأمنية دي عايز أقول لك إن بتلاقي عندهم بال20,000 كاميرا وال30,000 كاميرا. تخيل لو كل كاميرا بتخزن في الدقيقة، بس مش في الدقيقة، في الثانية، ها 1 ميجا بس، 1 ميجا في الثانية، والناس دي بتبقى عايزة داتا عندهم تكون موجودة على الأقل لحد آخر شهرين ثلاثة. وفي منهم كمان أنا شفت بعيني كمان بيعمل أركايف لداتا دي بتاع الكاميرات. تخيل حجم الداتا الرهيبه اللي انت محتاجه قد ايه. تخيل بقى، حطه في مخيلتك كده، لو انت عندك مؤسسه امنيه فيها 20,000 كاميرا ولا 30,000 كاميرا، ها 30,000 كاميرا دول كل واحده فيهم بتخزن 1 ميجا في الثانيه، معنى كده ان انت محتاج 20,000، ها 20,000 كاميرا في 1 ميجا 20,000 ميجا، يعني انت عايز 20 جيجا في الثانيه، يعني في الدقيقة عايز 600 جيجا في الدقيقة الواحدة. ها طيب لو انت عندك ساعة، تعال افتح لك كده الكالكوليتور،
انت محتاج 600 جيجا في الدقيقة، يبقى 600 جيجا دولا، 600 جيجا دولا في الساعة، انت محتاج كام جيجا؟ بص كام؟ 36000 جيجا في الساعة. طيب في اليوم الواحد انت محتاج في اليوم الواحد بص حجم قد ايه؟ طب في الشهر بص انت محتاج كام جيجا في الشهر؟ طب لو فرضا انت بتخزن داتا عندك لمدة 3 شهور، بص محتاج حجم قد ايه؟ انا بكلمك من غير تشفير، بكلمك في ابسط سيناريو ممكن، ده فيد بس بتاع مؤسسة واحدة بتاع كاميرات مراقبة، ده فيد واحد. على فكرة انا مش بكلمك في رقم مهول، يعني ال 20000 كاميرا دول ها مش رقم كبير جدا زي ما انت متخيل، ده المباني الطبيعية بتلاقيهم حاطين في الادوار في كل مبنى، في كل ممر كاميرا. يعني لو انت عندك مثلا دولة زي مصر، ياخد مصر دي كمثال، ها لو انت عندك دولة محترمة زي مصر دي، انت محتاج تراقب المستشفيات، محتاج تراقب المحاكم، محتاج تراقب المدارس، محتاج تراقب الوزارات، كل المباني الحكومية محتاجة مراقبة، مش كده وبس، الشوارع الرئيسية، الميادين، كل ده محتاج مراقبة. تخيل مثلا مدينة واحدة بس زي القاهرة محتاجة لها، لو مدينة واحدة بس زي القاهرة بس، أنا في مخيلتي أنا يعني مش أقل من 300000 كاميرا، مش بكلمك في 20 كام، في 20000 كاميرا، 300000 كاميرا. فتخيل لو أنت عندك دولة محترمة بنية تحتية محترمة، أنت محتاج أصلا سبيس قد إيه؟ ده بس للفيد بتاع الكاميرات، أنا مش بكلمك على بقية الداتا، أنا بكلمك على كاميرات المراقبة بس، مش بكلمك بقى على بيانات موظفين، ولا على أرشيف بتاع دولة موجود، ولا دولة بتحافظ على تاريخها وبتسجل كل البيانات اللي حصلت في كل مؤسسة فيها، ولا بقول لك إيه، بتعمل ريكوردز بكل حاجة بتحصل. بص أنا بكلمك في حاجة بديهية لأي دولة، لأي مؤسسة أساسا، أي دولة عندها مؤسسات كده عندها الحاجات الأساسية دي. خلاص تخيل حجم الداتا اللي انت محتاجه قد ايه. اللي بكلمك فيه دي وصلت لمرحله اسمها نظريه الداتا اكسبلوشن. الداتا اكسبلوشن دي حصل لها انفجار. الداتا من 10 سنين مثلا، من 10 سنين كانت كام مؤسسه محتاجه كاميرات مراقبه؟ ها قليلين جدا، كنت ممكن تلاقي دوله كامله كل الكاميرات اللي فيها ما تزيدش عن 1000 كاميرا في دوله كامله. النهارده انا بكلمك بس على دوله واحده عايزه لها مثلا فوق المليون كاميرا عشان تراقب الشوارع الرئيسيه والمباني والمؤسسات الحكوميه والمدارس والمستشفيات والمحاكم والاقسام ومش عارف وايه 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 والمناطق العسكريه وكل الكلام ده عايز تراقبه. تخيل محطات الكهرباء، محطات الوقود، شغلانه يا عم الحاج، مولد وصاحبه غايب خلاص. فتخيل انت بقى، تخيل اقول لك بقى، بيانات المرضى عايزه تتخزن، بيانات الطلبه اللي في المدارس من اول الراجل ده ما يخش المدرسه لحد ما يخرج، مش بقول لك بيانات المرضى كمان، مش بقول لك الدواء اللي بياخده ايه واسم الراجل ايه، ده انا بقول لك صور الاشعاعات بتاعتهم، لو واحد فيهم كان متسجل له فيديو وهو بيعمل عمليه، كل ده المفروض يتخزن بتاعه، الشرط بتاعته الراجل ده المفروض يخزن كل بياناته بالكامل، مش اسمه بس، مش مجرد اسمه، ده السجل الطبي بتاعه من اول ما دخل، مش من اول ما دخل، من اول ما اتولد لحد ما مات. مش هو بس، ده ليه هو ولابوه ولامه ولعيلته ولولاده، عشان لو واحد فيهم ظهر له عيب او عنده مرض ولا حاجه ظهر لابنه ولا ابن ابنه، ابقى عارف ان المشكله كانت من الاب نفسه. انا بكلمك في سيناريوهات انا عارف انت معظمكم ما تخيلهاش قبل كده، ممكن يكون معانا حسام ده اصلا شغال في مؤسسه طبيه وعارف. خلاص؟ بس انا شفت بعيني في مشاريع اشتغلت بيها قبل كده، ها حاجات زي كده، يعني انا شفت ريكويرمنتس جايالي كده يقول لك اعمل لنا صمم لنا سيستم عشان اللي هيتعمل فيه كذا. وده انا بكلمك بس الراجل ده معانا اهو، اسالوه اهو معاكم، هو ممكن يرد عليكم. لا يا حبيبي، في بلاد عربيه بدات تطبق الكلام ده دلوقتي، مش كده وبس، ده بلاد عربيه، اديك مثال، انا اعرف واحد صاحبي فلسطيني كان مديني سيستم ديزاين لحاجه زي كده بعملها لمستشفى فلسطين كمان، ها في اكتر من كده، وكنت ببص على الديزاين وابص عليه شوفه ينفع ولا لا. طيب يا عم، ها والراجل ده كمان كان، لا مش فاكر والله، ما اعرف حتى كان في غزه ولا كان في الضفه ولا كان، الكلام ده كله بقى موجود. معلش ما تقارنش مصر باي حد تاني، احنا عايشين لسه تحت الارض. خلاص طيب ما علينا، يعني ما علينا، نرجع تاني بقى لموضوعنا. ف
فانا عايز اقول لك بس ما تفتكرش ان الفايل سيستم بتاعك بيسبورت مساحه خرافيه زي بالاكزا بايت مثلا، معناها ان الفايل سيستم ده مش او معناها ان حاجه دي حاجه مش توصل لها في حياتك. لا يا معلم، والله العظيم هتوصل لها، واحيانا هتضطر تغير من فايل سيستم لفايل سيستم تاني لان الفايل سيستم بتاعك ده ما بقاش كافي. يعني هيجي عليك وقت كده تشفت من EXT3 لEXT4، ها، عشان بس ان الEXT4 بيسبورت او البارتيشن نفسه ممكن تكون مساحته وليكن اكس، بس في الEXT3 بيسبورت لحد ليميت كذا، تخيل. ماشي كده. طيب بالمناسبه كمان، مش معنى ان فايل سيستم بتاعك بيسبورت احجام قليله ان هو وحش، لا. يعني اديك مثال، مثلا الفات 32 ده، الفات 32 ده فايل سيستم ظريف جدا، بس اقول لك على حاجه، الفات 32 زي ما هو عيوبه قاتله، بس بيسبورت فيتشر مش موجوده في اي فايل سيستم تاني. الفات 32 يعتبر هو الفايل سيستم الوحيد اللي كل انظمه التشغيل اتفقت ان هي تسبورته بشكل نيتف. يعني لو رحت على ماك هتلاقي ماك ممكن ياكسس فات 32، لو رحت على ويندوز هتلاقي ويندوز اصلا باي ديفولت بيسبورت فات 32، لو رحت على لينكس هتلاقي لينكس بيسبورت فات 32 باي ديفولت كمان، لو رحت على سولاريس هتلاقيه بيسبورت فات 32، رحت على بي اس دي هتلاقيه بيسبورت فات 32. اي حد في الدنيا، بوابه العماره اللي تحت بيتكم هتلاقيه بيسبورت فات 32، اي حد، بمعنى اي حد شفته هتلاقيه بيسبورت فات 32. انا بجد مش بهرج فعلا، فايل سيستم عايز اقول لك ان هو فايل سيستم اسطوري يعني، خلاص. ومش بيسبورت بس كده، ده بيسبورت او معظمهم كمان، الغالبيه العظمى بيسبورت ان هو ها ممكن يبوت كمان منه، يبوت من فات 32 او يبدا الاوبريتنج سيستم من فات 32، تمام كده. فتخيل عندك فايل سيستم بيبدا من فات 32، لو جيت انت NTFS تقريبا الاوبريتنج سيستم الوحيد اللي بيسبورته بشكل نيتف هو بتاع مايكروسوفت فقط. لو رحت للينكس لازم تجيب باكج زياده تعمل لها انستول عشان تسبورت فات 32، لو رحت الماك برضو لازم تجيب باكج زياده عشان تسطبها عشان تسبورت فات NTFS. في لينكس مش محتاج اي باكج زياده عشان تسبورت فات 32، هتحتاج NTFS. لماك برضو هتحتاج NTFS، لسولاريس برضو هتحتاج NTFS، وهكذا. شايف؟ خلاص كده. طيب كلام جميل. يبقى اهم حاجه اللي عايزك تخرج بيه من الحدوته دي ان انا ما اقدرش احكم هل فايل سيستم ده احسن من ده الا لو انا بعمل كومباريزون بينهم على حسب احتياجي انا، انما في المطلق ما ينفعش اقول ان في واحد احسن من واحد. قبل ما تقول ده احسن من ده، ها، هتقول على حسب احتياجك انت. ماشي. طيب ممتاز جدا. لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟ طيب تعالوا نخرج بقى من الحدوته دي عشان هضيعنا فيها وقت كتير، وتعالى ايه نكمل الايه الموضوع بتاعنا. طيب بص لي كده يا سيدي، نرجع تاني لنفس رسمه الارض. خلاص حته الارض دي الموضوع بتاعها هتفهم. بص لي هنا كده، انا قسمت الديسك بتاعي لثلاثة بارتيشنز اهو. بص عندي كده، قلت لك دايما في الاول بيكون عندي مين، ها، الام بي ار، والام بي ار هيكون فيه البارتيشن تيبل، والبارتيشن تيبل هيحدد لي بدايه ونهايه كل بارتيشن. ممتاز جدا اهو، بدايه والنهايه، البدايه والنهايه اهو، ممتاز جدا. طيب بص كده، كل بارتيشن لازم يعرف ايه اللي متخزن جواه. يعني تعالى كده كمان نخلي اللون ده مثلا يا سيدي احمر اهو،
خلاص. ايه ده بقى بالظبط ده؟ ده اسمه الاي نود تيبل. ايه الاي نود تيبل ده؟ الاي نود تيبل ده هو عبارة عن جدول، جدول صغير كده هنبص فيه دلوقتي، بس انا اوريك كده حاجات من اللي موجودة فيه. الجدول ده عبارة عن ايه؟ بكل بساطة هيقول لك انا عندي فايل، انا عندي فايل هنا في المكان ده على البلوك، وليكن بالمناسبة الديسك بتاعك متقسم لحتت كده جنب بعض اهو، كل بارتيشن متقسم لحتت اهو. كأنك في الصالة بتاعت بيتكم، والصالة بتاعت بيتكم دي متقسمة قطع بلاط، كل بلاطة ها اعتبر ان كلمة بلاطة دي هي المرادف لكلمة بلوك، تمام كده؟ فانا ممكن اقول لك ايه؟ ان في البلوك ده، البلوك ده اهو، انا عندي فايل متخزن في البلوك رقم 512، وعندي فايل تاني في البلوك رقم 750. الاينود تيبل بقى كله وظيفته ايه في الحياة؟ ان هو يقول لك انا عندي فايل متخزن في البلوك رقم 750 متخزن داتا، والبلوك رقم 500 مش عارفه كام متخزن مش عارف ايه، شايف؟ يبقى ما تخلطش بقى دلوقتي، ما تخلطش. انا في عندي بارتيشن تيبل، وفي عندي لكل بارتيشن لوحده في حاجه اسمها الاينود تيبل. البارتيشن تيبل بيخزن لي ها البارتيشنز، انا عندي بارتيشن رقم واحد بدايته من البلوك رقم واحد للبلوك رقم 700,000، وعندي البارتيشن رقم اتنين من 700,000 وواحد لحد وليكن 1,000,000. طب كلام جميل، يبقى ده كان البارتيشن تيبل، ده كان البارتيشن تيبل. طب الاينود تيبل، الاينود تيبل بقى هيكون في اينود تيبل للبارتيشن ده لوحده، خلاص. الاينود تيبل بتاع البارتيشن ده هيقول لك يا عم انا عندي في البلوك رقم 750 عندي ملف، انا عندي ملف في البلوك رقم 750، والبرميشن بتاعت الملف ده كذا، والاونر كذا، والجروب اللي بتملكه كذا، كل بيانات الملف ده، تمام. وعندي ملف في البلوك رقم 512 البرميشن بتاعته كذا، والاونر كذا، واللينك كاونت كذا. البيانات بتاعه الملفات بتتخزن في مين؟ ها في الاينود تيبل. الميتا داتا بالظبط، الله يفتح عليك، الميتا داتا بتاعه الملفات. عارف كلمه ميتا داتا يعني ايه؟ كلمة ميتا داتا لو كل ما تسأل حد بتاع داتابيز هيقول لك داتا اباوت داتا. عارف يعني ايه؟ البيانات اللي بتوصف، او البيانات اللي بتسجل فيها معلومات، الداتا اللي متخزنة عندك بتوصف لك ايه اللي متخزن. بس زي بالظبط ممكن اقول انا عندي بني ادم، بس الميتا داتا بتاع البني ادم ده ايه؟ لون شعره اسود، لونه عيني بني، مش عارف عنده سنة مخلوعة، مش عارف يا سيدي ودانه مش عارف شكلها عامل ازاي، بقه مش عارف شكله عامل ازاي، مناخيره شكلها عامل ازاي. دي اسمها الميتا داتا. يبقى الميتا داتا هي اللي بتوصف الداتا الفعليه، خلاص. الميتا داتا هتتخزن فين؟ ها في الاينود تيبل نفسه، تمام. لكن البارتيشن تيبل ها هيخزن كل معلومات البارتيشنز الموجودة عندك، وليس الميتا داتا نفسها. طيب معنى كده ان لو عندك بارتيشن تاني، فانت هيكون عندك بارتيشن، هيكون عندك اينود تيبل ها للبارتيشن ده، اينود تيبل تاني. هيقول لك يا عم انا عندي ملف في البلوك رقم 900 مش عارف و1000 ولا 900,000 واحد، 900,000 مش عارف واحد، الملف ده البرميشن بتاعته كذا، والاونر كذا، والسايز بتاعه كذا، والاكسس تايم بتاعه كذا، بيانات بالتفصيل المملة عنه، ماشي.
ايوه الايو تيبل برضه موجود في ويندوز، بس في ويندوز الاستراكشر بتاعه مختلف، بس في ويندوز الاستراكشر بتاعه مختلف بس. تمام كده؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب بس لازم اوضح لك حاجه صغيره جدا. ايوه يا عم والله الاي فايل سيستم لازم يكون له اي نوت تيبل. خليك فاكر دايما ان البارتيشن تيبل بيبقى للديسك ككل، لكن الاي نوت تيبل كل فايل سيستم كل بارتيشن هيكون له اي نوت تيبل خاص بيه هو فقط. يعني ده له اينود تيبل مختلف عن الاينود تيبل ده، والبارتيشن ده له اينود تيبل مختلف عن مين؟ عن اللي قبله. طيب السؤال بقى، السؤال لو الاينود تيبل ده بقى كوربتد، لو الاينود تيبل ده بقى كوربتد هل هيأثر في البارتيشن ده؟ خليك فاكر الاينود تيبل ده بتاع البارتيشن ده اهو، لو ده بقى كوربتد هل هيأثر في البارتيشن اللي جنبه؟ لا اطلاقا. طب هل هيأثر في ده؟ لا برضو مش هيأثر فيه. هيأثر في مين؟ في البارتيشن بتاعه هو فقط. تمام كده؟ لكن الخازوق الفعلي في ايه بقى يا معلم؟ لو البارتيشن تيبل نفسه ضرب، لو ده كده طار. ايه اللي هيحصل لو البارتيشن تيبل طار؟ كل ده مع السلامه، شكرا. خليك دايما فاكر كل فايل سيستم هيكون له اينود تيبل خاص بيه، يعني كل بارتيشن هيكون له اينود تيبل خاص بيه، عشان كده كل بارتيشن يعتبر مستقل بذاته عن البارتيشن اللي قبله. لكن لو البارتيشن تيبل ضرب، ها لو البارتيشن تيبل ضرب خلاص مع السلامه. ما هو البارتيشن تيبل ده لو ضرب ازاي هتعرف ان دي بدايه البارتيشن ده ودي نهايته؟ وازاي هتعرف ان دي بدايه البارتيشن ده ودي نهايته؟ ها هتعرف ازاي؟ ما هو الكيرنل بتاعك مش بينجم، الكيرنل مش بينجم، اول ما بتضيف ديسك للكيرنل اوتوماتيك الكيرنل بيروح يدور على ها البارتيشن تيبل بتاعه، ها في بارتيشن تيبل؟ لو في بارتيشن تيبل هيقراه ويبدا يحاول ياكسس البارتيشنز اللي موجوده جواه، والله في فايل سيستم ويقدر ياكسس خير وبركه. مفيش فايل سيستم خلاص مش هيعرف. طب لو مفيش بارتيشن تيبل اصلا من الاساس هيعرف اذا كان في فايل سيستمز ولا لا؟ اكيد مش هيعرف صح بالعقل يعني، ماشي كده؟ ها حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب كلام جميل، معنى كده ايوه الهارد ديسك كله في الام بي ار له بارتيشن تيبل واحد فقط. وخليك فاكر في كلمه في الام بي ار دي، عشان في امبلمنتيشنز ثانيه زي الجي بي تي بيكون فيه ها دوبليكيت انترز، عشان لو واحد منهم باظ الثاني يقدر يقرا منه، بس خلينا مع الام بي ار يا عم، ما تدمجش اكتر من هارد دلوقتي. خلينا دلوقتي في ايه؟ في السيناريو البسيط، خلينا في ابسط سيناريو، ما تدخلش نفسك في متاهات. لما اجي لها كمان 3 ايام ولا كمان يومين هبقى اشرحها، بس خلينا دلوقتي في ابسط سيناريو، انت لسه تتتت في الاستورج، ماشي؟ طيب حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طيب ممتاز، لا انا امسح الكلام ده، نرجع بقى مره تانية. ادي الديسك بتاعي، يبقى كده اتفقنا ان كل ديسك هيكون له ايه في الاول؟ هيكون له ايه؟ ها ام بي ار. ايه كمان؟ وهيكون لكل ديسك كمان
اسف لكل بارتيشن هيكون له ايه؟ اينود تيبل، وكل اينود تيبل بتاع كل بارتيشن مستقل بذاته كليا عن البارتيشن اللي جنبه، يعني ده ملوش دعوه بده، ملوش دعوه بده. طيب الحمد لله جميل. انت عارف اصلا العمليه اللي بتكريت بيها فايل سيستم؟ عارف العمليه اللي بتحرك بيها الارض وتجهزها للزراعه اسمها ايه عندنا؟ العمليه دي اسمها فورمات، تمام كده؟ يبقى العمليه اللي بتجهز بيها الارض للزراعه اسمها فورمات، معنى كده ايوه بيسموها التهيئه اللي بتجهزها. طيب معنى كده ان لو عندك 3 بارتيشن انت هتحتاج تعمل فورمات للبارتيشن ده، ومحتاجه تعمل فورمات للبارتيشن ده، ومحتاجه تعمل فورمات للبارتيشن ده. وضحت؟ اوعى تفتكر ان لو انت عملت فورمات للبارتيشن ده ده كمان هيكون جاهز. بالعقل بقى، خليك منطقي، ماشي ماشي كده. وفورمات البارتيشن تيبل يا دين النبي، عارف لو انت السيناريو اللي بتتكلم فيه ده فيه خازوق جامد قوي، عارف اللي هو ايه؟ تخيل لو كان عندك بارتيشن كده كان موجود قبل كده، ده اوريدي اكزيستنج، ده شغال بقاله فتره، ده اكزيستنج بارتيشن وعليه داتا، ورحت هوب عملت زي ما الراجل ده بيقول ورحت عامل فايل سيستم جديد هنا، عارف انت عملت ايه؟ عارف انت عملت ايه؟ لو جيت طيرت ده كده، لو جيت حذفت ده وعملته من اول وجديد، ايه اللي حصل؟ ها؟ انت ضيعت الدنيا كلها، يعني الداتا اللي كانت موجوده هنا على البارتيشن دون، مع السلامه. خلاص؟ يبقى بكل بساطه انت هتحتاج تعمل بارتيشن تيبل امتى؟ ده اول ما تجيب الديسك، او لو عايز تمسح كل حاجه كانت على الديسك وتبدا تعمل او تبدا تكتب داتا من اول وجديد تاني. يبقى انت محتاج تعمل بارتيشن تيبل في حاجتين، في حالتين اتنين فقط. انت محتاج تعمل بارتيشن تيبل في حالتين اتنين فقط، لو انت لسه جايب ديسك جديد وده شيء بديهي. الحاجه الثانيه لو انت عايز ترجع الديسك ده لرو سبيس وبعد كده تبدا تقسم من اول وجديد. وضحت؟ حد عنده اي مشكلة في كده؟ ها؟ طيب كلام جميل، حلو جدا حلو جدا. طيب تعالى كده ركز معاك، انا عايز اركز معاك في حاجة دلوقتي اللي هي الاينود تيبل. الاينود تيبل يا سيدي، ايه موضوع الاينود تيبل ده؟ انا قلت لك في الاول عندي بيكون هنا الام بي ار موجود، وجوه الام بي ار الايه؟ البارتيشن تيبل، وبيكون عندي كمان مين يا سيدي؟ ها الاينود تيبل نفسه، والاينود تيبل ده بيكون خاص لكل بارتيشن اهو. عايز اقول لك بس الاينود تيبل ده مساحته ما بتكونش مساحه كبيره قوي زي ما انت متخيل. الاينود تيبل ما بتكونش مساحته كبيره قوي زي ما انت شايف في الصوره كده، ده بتكون مساحه صغيره يعني. خلاص؟ لان الاينود تيبل مش هيخزن فايلز، لا ده هيخزن ميتا داتا عن الفايلز اللي موجوده، تمام؟ فبتكون مساحته المطلوبه قليله جدا، مش كبيره قوي زي ما انت متخيل. يعني لو عندك بارتيشن مساحته مثلا 100 جيجا، كل اللي انت محتاجه كاينود لا يتخطى 500 600 ميجا، ماشي كده؟ ولا 1 جيجا مثلا. لو عندك بارتيشن مساحته 1 تيرا، جايب ديسك جديد ولا حاجه وعملت كله بارتيشن واحد، فانت هتحتاج غير مثلا بتاع 3 تيرا، اسف 3 جيجا ولا 4 جيجا منه ولا حاجه ايرون تيبل بس. خلاص شكرا، تمام كده. طيب ادي اول حاجه. طيب الحاجه الثانيه، الاينود تيبل ده انا قلت لك بيخزن معلومات على ايه؟ الفايلز والدايركتوريز اللي موجوده هنا فين؟ على الفايل سيستم، صح؟ بيخزن معلومات عنه فقط. طيب ايه المعلومات اللي بيخزنها دي؟ بص كده، تعالى كده نفتح الاينود تيبل ده كده من جوه،
تعال افتحه كده من جوه واشوف ايه اللي موجود جواه. بص انت مبدئيا يعني مبدئيا ها انت عندك ممكن ده يكون فايل وممكن يكون الملف اللي متخزن ده نوعه دايركتوري صح او فولدر. ممكن يكون فايل او فولدر صح. هو السؤال ايه الفرق بين الفايل والفولدر او الدايركتوري؟ ها ايه الفرق بين الفايل والدايركتوري؟ حد يعرف الفرق؟ ايوه الفولدر هو ايه؟ يحتوي على اكتر من فايل؟ ايه باشر على مجموعة فايل؟ بوينت. الله يفتح عليك بوينت. بص يا سيدي الفولدر لا يحتوي على فايلز، دي معلومة خاطئة 100%. بص كده الفولدر هو عبارة عن سبيشال فايل. تاني الفايل وده معروفة زي ملف في أغنية في فيلم في تكست فايل وده معروف. إنما الدايركتري هو عبارة عن فايل أو سبيشال فايل. السبيشال فايل ده بيعمل بوينتنج على other files، بيشاور على فايلز تانية. خلاص طيب بص لي كده بكل بساطة بكل بساطة لو انا جيت خدت انتري بتاعت فايل او بتاعت دايركتري في الاينود تيبل هتلاقيها عاملة كده. تعالى كده لو انا بتكلم على فايل، بص لو انا خدت انتري كده من الاينود تيبل ايه اللي هيكون متخزن فيها؟ اول حاجة الفايل نيم. الفايل نيم تفتكر؟ لا مستحيل. تعال لي هنا كده فين يا سيدي فين اهو. اول حاجة الرقم بتاع الملف ده، انا مش قلت لك كل ملف هيتسجل على بلوك معينة؟ هيتسجل على حاجة اسمها الاينود نمبر. الراجل ده موجود في انهي بلوك؟ خلاص الرقم بتاع الملف ده رقم الملف نفسه، ده رقم الملف. ايه كمان؟ البرميشن بتاع الملف. ايه كمان؟ مين الاونر بتاعه؟ الاكسس تايم. ايه كمان يا سيدي؟ الكرييشن تايم. الموديفيكيشن تايم. خلاص ايه كمان ممكن اخزنه؟ ها اللينك كاونت. تخيل يبقى ده لو جيت مسكت كده انتري في الاينود تيبل، لو مسكت انتري في الاينود تيبل هتلاقيها بالشكل ده. طيب لو انت مسكت انتري كده بتاع الدايركتري، لو دايركتري بص شايف كل المعلومات دي هتلاقيها زيها موجود هنا بس الخاصة بالدايركتري دي. مش كده وبس، هتلاقي كمان في معلومة كمان تحت كده هيقولك الدايركتري دي انا عندي فايل اسمه اكس خلاص والبوينتر بتاعه رقمه وليكن 512 وعندي فايل اسمه واي والبوينتر بتاعه وليكن 730 وعندي فايل اسمه زد والبوينتر بتاعه رقمه 900 وهكذا. يبقى الفايل نفسه الانتري بتاع الفايل الاسم بتاع الملف نفسه ما تعرفوش. معنى كده ان الدايركتري ها بيتخزن فيها برضو الاينود نمبر ومش عارف اهو اينود نمبر والبرميشنز والاونر، مين اللي بيملك الدايركتوري دي ومين الاكسس تايم بتاعها ومين الكرييشن تايم ومين الموديفيكيشن تايم واللينك كاونت، كل الكلام ده بيتخزن كايه؟ كمعلومات خاصه بالدايركتوري دي زائد ها ايه البوينتر او البوينترز
اللي الدايركتوري دي بتشاور عليهم. عشان كده كنت بقول لك ان الدايركتوري لا تحتوي فايل، هي بتشاور فقط على فايل. الدايركتوري هتلاقي في الانتري بتاعتها في الاينود تيبل بوينتر يشاور على مين؟ ها، يشاور على فايل اكس وفايل واي وفايل زد، خلاص. بس لما انت كريبريزنتيشن ليك، بس لما تيجي تفتح كده اي دايركتوري تقول له ال اس لداير واحد، هتلاقي داير واحد ها بتشاور على ايه؟ على فايل اسمه اكس وفايل اسمه واي وفايل اسمه زد، بس كده لا اكتر ولا اقل. شفت يا عم؟ ها، ايه رأيك؟ وضحت الفكرة دي؟ وضحت؟ يبقى الاينودز، ها الاينودز كان ايه اللي بيحصل فيها؟ الدايركتوري بتشاور فقط على الفايلز، خلاص؟ طيب كلام جميل. نرجع بقى تاني كده السؤال بقى، لو انا عايز اشوف، انت عمال تقول لي من شويه كل فايل بيكون له نمبر اسمه الاينود نمبر، وكل دايركتوري برضو بيكون ليها نمبر الاينود نمبر، صح؟ طب هو السؤال، قبل ما اقول لك اي حاجه اساسا، انا قلت لك من شويه ان كل لو عندك ديسك كده وانت مقسمه لاثنين بارتيشنز، وده عندك الاينود تيبل بتاع البارتيشن ده، وده الاينود تيبل بتاع البارتيشن ده، وعندك هنا الام بي ار اهو كمان موجود، خلاص. انا قلت لك ان كل بارتيشن بيتقسم لايه؟ لحتت كده بلوكس تتخزن عليها الداتا، صح؟ اعتبر ان هو بيتقسم لخلايا، كل خليه ممكن انت ايه تخزن ملف، صح؟ طب هو السؤال بقى، السؤال كل خليه او كل اينود نمبر هيشاور على خليه حجمها قد ايه؟ طالما كل خليه ليها رقم بالظبط، عندك في الصاله بتاعتك، الصاله بتاعتك يا سيدي فيها بلاطات، ممكن ترقم البلاطات دي، اعتبر ان هي، ها اعتبر ان البلاطات دي هي ايه، اعتبر البلاطات دي هي ها البلوكس بتاعتك، البلوكس بتاعتك بكل بساطه. طب كل رقم هيشاور على بلوك، صح؟ طب كل بلوك حجمها قد ايه؟ بص كده، باي ديفولت كل اينود نمبر هيشاور على بلوك حجمها 128 بايت، كل بلوك هيبقى حجمه 128 بايت. بالمناسبة تخيل لو ده البارتيشن بتاعك، لو ده البارتيشن بتاعك اهو ومتقسم كده لمجموعة بلوكس، تمام؟ وقلت لك ان البلوك دي ممكن اغير حجم البلوك، ممكن اغير حجم البلوك، ها ايوه. وانت بتعمل فورمات للفايل سيستم، ممكن اقول له يا عم انا عايز حجم البلوك بتاعي يبقى وليكن 512 بايت، ممكن اخليه 1 ميجا، ممكن اخليه 512 كيلو، شايف كده؟ وضحت؟ تمام؟ بالظبط عاملة زي ايه؟ انت الصالة بتاعتكو في البيت، ابوك الحاج يعني كان عامل ايه؟ بلط الصالة دي من زمان ببلاط صغير جدا، خلاص؟ كل بلاطة حجمها 25 سنتي في 25 سنتي، تمام كده؟ تمام؟ طيب انت جيت حبيت ايه، او انتوا جيتوا في البيت حبيتوا تغيروا البلاط اللي كان موجود عندكم، ده السيراميك ده يا عم قديم قوي، غير البلاط بتاعه وايه وجدده. فانت بيكون عندك اكتر من اوبشن، ممكن تقول له يا عم لا انا هجيب المره دي بلاط كبير، ممكن اجيب بلاط 60 في 60، في ناس بتجيب البلاطه حجمها متر في متر، تمام كده؟ طب بس خلي بالك انت لما كان البلاط بتاعك صغير، ها فكان عندك كام بلاطه بتكون الصاله؟ عدد البلاطات قد ايه لما كان البلاط حجمه صغير؟ وليكن كان عندك 100 بلاطه، تمام؟ 100 بلاطه كانوا هم
عدد البلاطات اللي موجودة في الصالة. طب دلوقتي لما انت جيت كبرت حجم البلاطة كده هيكون، ها كده هيكون عندك كام بلاطة؟ بدل ما كانوا 100 ممكن يبقوا 20 بس. وضحت الفكرة دي؟ كل ما حجم البلاطة يزيد كل ما العدد هيقل، ده شيء منطقي. ليه؟ لأن أنت عندك حجم الصالة ثابت. ما هو لما جه غير البلاط ما كبرش الصالة ولا حاجة، هو نفس الحجم بتاع الصالة ثابت، صح؟ فلو كانت الصالة دي أو حجمها كله عبارة عن 100 بلاطة، كل واحدة 20 في 20، ولا كل واحدة 25 في 25، أنت لما جيت رحت مكبر حجم البلاطة إيه اللي حصل؟ لما كبرت الحجم عدد البلاطات الكبير أو عدد البلاطات إيه؟ قل. شيء منطقي صح؟ شيء منطقي جدا أهو، لو عايز نمثلها لك أهي بكل بساطة. ادي بارتيشن اهو وادي بارتيشن اهو، الاتنين نفس الحجم بالظبط، ده 1 جيجا وده 1 جيجا. ده كانت البلاطات حجمها صغير، بص ده كده فلما بتكبر حجم البلاطة عدد البلاطات بيقل اهو. بص كده في الاولاني كان عندك كام بلاطة؟ 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5، كان عندك 30 بلاطة. لما جيت كبرت حجم البلاطة بقى عندي كام بلاطة هنا؟ 9 بلاطات بس. شفت؟ ها وضحت الفكرة دي؟ معنى كده، معنى كده ان هنا عدد الاينودز كان كبير جدا، لكن هنا عدد الاينودز ها قليل مقارنة بمين؟ بالشكل القديم ده. طيب السؤال اللي الراجل ده سأله، وده أول سؤال مفيد يسأله من أول الكورس، أول سؤال محمد عطا الله يسأله مفيد من أول الكورس، أنا بحدد حجم البلاطة بناء على إيه؟ إيه الأساس اللي بحدد عليه؟ والله المفروض أنت بتعمل، وأنت بتعمل أصلا وأنت بتعمل فورمات بتبقى عارف الفايل سيستم ده هيشيل إيه؟ إيه اللي هتخزنه على الفايل سيستم ده؟ يعني تخيل كده، تخيل ها انت حجم الملفات بتاعتك اكبر مساحة الملف، اكبر مساحة الملف هتبقى وليكن 50 بايت. ايه احسن لك؟ بالمناسبة كل ملف بيشاور عليه اينود نمبر واحد، كل ملف خليك فاكر الحكايه دي، ها انا قلتها في الاول وبعيدها تاني، كل ملف بيشاور عليه اينود نمبر واحد فقط، تمام؟ معنى كده ان انت في الطريقه دي كنت هتقدر تخزن كام ملف؟ ها 30 ملف. لكن في الحاله دي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل هنا؟ بقيت بتخزن كام يا حاج؟ 9 ملفات فقط، 9 بس. وهو ده ايه الخازوق، لازم وانت بتعمل الفايل سيستم تكون عارف هتعمله ايه، لان بناء على انت عارف هتعمله ايه ممكن تختار فايل سيستم يأثر معاك. يعني اقول لك مثلا على مثال فايل سيستم زي واحد اسمه رايزر فايل سيستم، رايزر اف اس ده اصلا هو ديزايند من الاساس عشان ياخد ملفات حجمها صغير جدا وعددها كبير جدا، small size و large number. يبقى لو انت عارف، لو انت عارف ها ان هتخزن ملفات مساحتها صغيرة جدا والعدد بتاعها كبير جدا هتختار الفايل سيستم ده، تمام كده؟ طيب كلام جميل. في بس عايز اقول لك على حاجة، عايز اقول لك على حاجة، لو كل بلاطة، لو كل اينود من دول، لو كل اينود من دول ها اهو ده بيشاور على 128 بايت، انت بتستخدم 50 بس، عارف ايه اللي هيحصل؟ ها
الباقي ده هيكون مهدر، الباقي ده هيكون مهدر عندك. ايوه بالظبط مظبوط. معنى كده في السيناريو بتاعنا ده كام المساحة المهدرة هتكون قد ايه؟ ها اطرح ضامن ده في عدد البلاطات. يبقى انت كان عندك 30 بلاطة، لو كل بلاطة بتاخد 50 فانت عندك اذا كده عندك 50 و28 78، يبقى المساحة اللي مهدرة عندك هو الناتج ده اهو. طيب المساحة اللي هتكون مستغلة عندك هي كام؟ 30 في كام؟ في 50، ده اللي انت بتستخدمه فعليا، ده اللي انت بتستخدمه فعليا اهو، ماشي كده؟ طيب بص لي عندك هنا المساحة اللي انت استخدمتها فعليا في الحالة التانية كان، ها كانت كام؟ 5 في 50 في 9 45، 450 بس. بص المقارنة بين الاثنين، هنا قدرت تستخدم 1500 وهنا استخدمت 450 بس. معلش بس ثانية واحدة، ثانية واحدة، أنا قلت لك من شوية لازم وأنت بتبلان الفايل سيستم تشوف أنت هتستخدمه لإيه، صح؟ ما ينفعش اقول لك كده، انا ما اقدرش اقول لك ان وانت بتختار فايل سيستم خلي الاينود سايز او الاينود نمبر يشاور على بلوك سايز مساحته كبيره قوي او مساحته صغيره قوي. عارف ليه؟ لان احتياجك غير احتياجي. انا ممكن اعمل فايل سيستم واقول له الاينود سايز بتاعك 512، تمام كده؟ وممكن وانا بعمل فايل سيستم اقول له انت الاينود سايز بتاعك وليكن وليكن يا سيدي 64. ها شفت؟ سؤال بقى، لو انت عارف من البداية، خلي بالك انت افترضت دلوقتي ان انا لما اصغر الحجم بتاع كل بلوك هيبقى احسن لي، معنى كده ان انا هستغل المساحة بشكل افضل، صح؟ انت افترضت كده. والله في حالة ان انت عندك ملفات كتيرة قوي هيكون ده السيناريو، بس تخيل، تخيل ها ان انت عندك فايل سيستم، الفايل سيستم ده انت عارف مسبقا ان انت مش هتحط ملفات كتير، بس كل ملف هتبقى مساحته كبيرة جدا. مثلا انت عندك داتابيز اوراكل، كل الاوراكل ده حجم الداتا بيز 2 تيرا بايت، ملف واحد يعني بيخزن الداتا بيز كملف واحد في 2 تيرا بايت. هو مش ملف واحد، هو مجموعه ملفات يعني، بس بيكون عددها قليل جدا لا يتخطى 200 فايل مثلا، 200 فايل بس. تخيل ها في الحاله دي انت محتاج فايل سيستم بيديك ملايين الاينودز، ولا محتاج فايل سيستم بيديك وليكن 1000 اينود بس كفاية؟ 1000 بس كفاية. عارف ليه؟ بكل بساطة، بكل بساطة، الاينود ده عبارة عن ايه؟ ما هو الا عبارة عن اندكس بس، اندكس بس، عشان يوصل الفايل الفلاني هيروح للرقم الفلاني. فتخيل لو انت عندك، لو انت عندك كتاب كده، الكتاب ده ها فيه 1000 صفحة بتدور فيهم، وفي عندك كتاب تاني في مليون صفحة بتدور فيهم، مين اللي هيبقى أسرع وأنت بتدور فيه؟ مين اللي هيكون أسرع؟ اللي فيه 1000 صفحة ولا اللي فيه مليون صفحة؟ أكيد اللي فيه 1000 صفحة، مفيش كلام. يبقى ما تفترضش بقى من دماغك كده إن أنا لما أصغر البلوك سايز هيبقى أحسن لي دايماً، مفيش في حاجة اسمها أحسن دايماً، خلاص؟ يبقى احتياجك أنت هو اللي المفروض يحدد وأنت بتعمل الفايل سيستم ده هيبقى البلوك سايز حجمه قد ايه؟ خليك فاكر الحكايه دي. خلاص؟ تمام كده، يبقى في الحاله دي احتياجك انت هو اللي هيحدد. طيب،
اخر حاجه بقى عشان انهي الموضوع، الفيلم الهندي دول اللي هو يعني موضوع تقيل جدا على قلبي وبقعد الك فيه كتير قوي وبتكلم لما بشبع، اللي هو ايه، انت دلوقتي عمال تقول لي ان كل ملف هيتخزن او في بلوك او في اينود نمبر واحد هيشاور عليه، صح؟ وكل اينود نمبر بيشاور على بلوك. طب ما لهو البلوك ده مساحته صغيره، ازاي انا هخزن ملف مساحته كبيره قوي؟ يعني ادل الفايل سيستم بتاعي اهو كل بلوك كده بيشاور على 128 كيلو، صح؟ ولسه بتقول لي، او اسف 128 بايت، ولسه بتقول لي من شويه ان كل بلوك ده له اينود نمبر واحد بس. طب لو افترضت الملف بتاعي ده نمبر في بي ناقصه هنا، طيب لو افترضت بقى يا معلم الخازوق كالتالي، انا عندي ملف مساحته 5 ميجا بايت، او عندي ملف مساحته يا عم 5 جيجا بايت، هيتعمل ايه في الحكايه دي اذا كان كل بلوك مساحته كام؟ 128 بايت. ها الحل هتعمل ايه؟ قال لك والله بس بقى استنى عندك، ابدا احجز اينودز جنب بعض اهو، لحد ما تكفي الملف، بس انهي واحد فيهم ها اللي هيشاور على الملف ده؟ قال لك اول واحد بس هو ده يا معلم. يبقى ممكن الملف ممكن يكون ملف واحد حاجز وليكن بيحجز وليكن 1000 اينود، بس انهي واحد فيهم هو اللي هيمثل الملف ده؟ قال لك رقم واحد بس فيهم، اول واحد بس فيهم. طب الباقيين، الباقيين ده كده هيتحط عليهم فلاج ان هم يوزد لا اكتر ولا اقل. وصلت؟ يبقى لو جيت ترجمت ده كده، لو جيت ترجمت ده كده في الاينود تيبل، ادي الاينود تيبل بتاعك اهو، هيقول لك انا عندي البلوك رقم واحد، البلوك رقم اتنين، رقم تلاتة، رقم اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، وعشرة، تمام كده؟ تمام؟ طيب وده بتاع دايركتري، هيقول لك ان انا عندي الاينود رقم واحد ده بيشاور على الملف اللي اسمه اكس، ده بتاع الدايركتري مش بتاع الفايل. اه طيب، طب الملف اكس ده يا عم كانت مساحته كبيرة شوية، وليكن مساحته كانت واحد كيلو، ها مش مية، مش 128 بايت، ده مساحة الملف ده واحد كيلو دلوقتي، ها يبقى كده الملف ده كان محتاج يحجز كام اينود؟ كان محتاج يحجز من واحد لتمانية، صح؟ هيجي من على اتنين لحد تمانية ده كده هيعلم عليهم، يحط لهم فلاج كده ان هم ايه؟ يوزد. طيب جيت تخزن ملف بعد كده هيبدأ يقد من اول فين؟ من اول تسعة ده، انا عندي ملف تاني اسمه واي، خلاص كده؟ طيب في حاجة بس عايز اقول لك عليه، حلو السؤال اللي انت سألته ده، الله يفتح عليك، حلو السؤال ده. في ويندوز، في ويندوز كنت بتعمل ايه؟ كنت دايما دايما بتحتاج تعمل حاجة اسمها ديفراجمنتيشن. حد فيكم عارف ديفراجمنتيشن يعني ايه؟ ادي البارتيشن اهو، بص لي كده، جي عندك في ويندوز او في عندك خازوق بيحصل قبل ويندوز اصلا، في عندك خازوق بيحصل كتير جدا. بص عندك ملف وليكن مساحته 50 ميجا، خلاص كده؟ جيت حبيت تكتب الملف ده على الديسك، مفيش مشكلة، انت رحت جاي كتب في الاول اول 5 ميجا، كتبهم اهو في الاول، هوب رحت جاي عامل بوز لعملية النقل، جيت عملت بوز لعملية النقل وبدأت تكتب ملف تاني، ها مساحته 100 ميجا، خلاص اهو. بعد كده رحت عامل بوز لعملية الكتابة دي ورجعت تكمل لمين يا عم؟ للي كنت بتكتب فيه الاولاني، كملت لحد ما وصلت لحد 50 ميجا هنا نهيته، بعد كده رحت راجع مكمل ايه اللي انت كنت بتكتبه، شايف؟ فبص كده للملف،
لو انت جيت في الحقيقه بقى، لو انت جيت وانت بتكتب ملف، لو انت بتكتب في ملف في الحقيقه خلاص، وجيت كتبت حته هنا وبعد كده وقفت، رحت جاي مكمل، بدات تكتب من اول هنا، بعد كده رحت جاي مكمل وقفت كملت، بدات تكتب هنا بعد كده وقفت، جيت تكمل، بدات تكتب هنا بعد كده وقفت، بدات تكتب هنا بعد كده وقفت، رجعت تكتب هنا. بص كده الملف بقى عامل ايه، الملف بقى متقطع حتت، كل حته موجوده في مكان مختلف من الديسك، كل حته موجوده في مكان مختلف من الديسك خلاص. ده خازوق كبير جدا. عارف ليه؟ بص الديسك بتاعك بشكل فيزيكال عباره عن ايه، اسطوانه وفي ابره بتلف عليها هنا كده اهي، الابره دي بتقعد تتحرك على الديسك كده في شكل دائري بالمنظر ده. عارف ده معنى ايه؟ لو حته مكتوبه بشكل فيزيكال على الديسك هنا، وحته مكتوبه هنا، وحته مكتوبه هنا، وحته مكتوبه هنا، وحته هنا، عارف عشان لو جيت تقرا الملف ده ايه اللي هيحصل؟ الابره دي كده هتتجنن شويه، هتنط للحته دي، اوب الحق ده انا خلصت، طب ارجع يا عم نط على الحته دي، لا 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 استنى ارجع كمل هنا، بعد كده ارجع كمل هنا. شايف الابره ايه اللي هيحصل لها؟ هتقعد تلف من فوق لتحت لتحت لفوق لشمال ليمين، بص هتلاقيها بتتنطط جوه كده. عارف ده معناه ايه؟ ها بيسموه السيك تايم بتاعك بيزيد، السيك تايم اللي هو الوقت اللي الابره بتحتاجه عشان تتنقل من المكان ده تروح للمكان ده. معنى كده الاوبريشن بتاعتك هتكون ابطا، لان الابره بتاع الديسك محتاجه تلف او تتحرك من مكان تروح لمكان تاني عشان تقرا نفس الملف، علشان تقرا نفس الملف. تخيل يا دين النبي، يعني انت كده ايه الدنيا عندك بقت بطيئه جدا. فتخيل هيبقى عندك مجموعه ملفات، شويه ملفات او معمولين كده اهو، وادي ملف كمان اهو، كل ملف متنطور في حته. وادي كمان ملف اهو، يبقى الملف لما يجي يتكتب بيتكتب على قطع خلاص. فدايما لما كنت بتيجي تقرا ها او تقرا الملف ده بتلاقي عمليه القرايه بتاعته بطيئه جدا. طب عشان تحل المشكله دي في ويندوز، عشان يحل المشكله دي كان بيضطر يعمل عمليه اسمها دي فراجمنتيشن. عارف دي فراجمنتيشن دي يعني ايه؟ بكل بساطه بدل الملف ما هو متقطع حتت كده على الديسك بتاعك، لا 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 استنى عندك بقى، تعالى لي يا عم هنا كده، ده انا هخليك تبقى قطعه واحده على بعضها كده، انا همسكك ارتبك، هاخد الحتت دي من كل حته بدل ما هي متفرقه كده اكتبها على بعضها. يبقى كده بمجرد الابره ما تيجي هنا ها، بمجرد الابره ما تيجي عند بدايه الملف هنا ها، هل محتاجه وقت كبير عشان تتنقل تقرا بقيه الملف؟ هل محتاجه اي وقت كبير ولا محتاجه وقت قليل جدا؟ يبقى عمليه الديفرجمنتيشن كان بياخد اجزاء الملف اللي متنطره في كل حته دي يعمل فيها ايه ها، يرتبها ويلزقها جنب بعضها بحيث ان هو لما يجي يقرا يقراها على بعضها على طول، ماشي كده؟ طيب نيجي بقى للي بيحصل عندنا في اللينكس. بص يا سيد، بص انا هرجع اشرحها مره تانية بس بكل بساطه، ده البارتيشن بتاعك اهو خلاص، عندك ملف مساحته 50 ميجا، عندك ملف مساحته 50 ميجا جاي يتكتب ماشي، اوتوماتيك هو بيبقى فاهم ان هو يكتب 50 ميجا، في عندك اصلا في الديسك كده هو عامل مساحه سبير له هنا كده ماشي، بيبدا يكتب الملف بتاعك هنا حلو، وبعد انت جيت وقفت كتابه، انت جيت رحت موقف كتابه بدات تكتب ملف تاني، الجزء اللي انت كتبته
كتبته بيبدا ينقله هنا الاول اهو، بدا ينقل اهو نفس اللي انت كنت كتبته هنا، جيت وقفت كتابه عملت ريسيوم المفروض يكمل كتابه صح، او جيت تكتب ملف تاني الاول، جيت تكتب ملف تاني اهو هيكتبه هنا الاول، جيت عملت ريسيوم ورجعت تكمل الملف ده اهو هيروح راجع مكمل فين على بقيه الملف اللي كان موجود. خلاص يبقى في اللينكس لما كان بيجي يكتب ملف ها مش هيكتب بشكل مباشر في المكان النهائي، هيكتب بشكل مؤقت ها في حته كده على جنب، هشرحها لك بالتفصيل الممل لما نوصل لمرحله اقولها ولا استنى، بص هجيلها تاني هجيلها تاني، بس بص بكل بساطه لما يجي يكتب عندك هنا كده، لما اجي اشرح لك الفرق بين الـ EXT2 والـ EXT3 وشوية الحاجات كده دي خلاص، وهقول لك ان في عندك حاجة اسمها الجورنال، هشرح لك حاجة اسمها الجورنالينج، بيبدأ يكتب الاول الحاجات بشكل مؤقت ها على الجورنال بتاعك، واول ما تكتبها بشكل نهائي يروح ناقلها فين على الديسك بتاعك. طيب حلو قوي، معنى كده انه ما كانش او هيحاول بقدر الامكان تبقى الدنيا متنظمه، يعني لو عندك ملف ما كنتش هتلاقي الملف متقطع ل 100 حته، حته هنا وحته هنا وحته هنا وحته هنا، بص بدل ما هو بالمنظر ده كنت هتلاقيه مترتب بشكل يخليك توصل في نهايه لنهايه محتومه، ان هو يا اما كله في حته واحده يا اما في حتتين كده جنب بعض، فكانت الابره مش محتاجه تنط لهنا لهنا بعد كده لهنا بعد كده لهنا بعد كده لهنا بعد كده لهنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، هي يا اما يروح الحته دي ويبقى كله على بعضه مره واحده او متقسم لجزئين، فانت في الطبيعي هتلاقي نفسك اصلا مش محتاج للديفراجمنتيشن الا كل فين وفين، كل مسافه بعيده جدا كل 4-5 سنين مره محتاج ديفراجمنتيشن، دي مش بتفرق من او اس لاو اس، دي بتفرق على نفس الاو اس من فايل سيستم لفايل سيستم تاني تاني، يبقى ده ما كانش بيفرق من او اس لاو اس بس، ده كان بيفرق من كل او اس على او اس الواحد بس من فايل سيستم لفايل سيستم تاني، لاني قلت لك كل فايل سيستم بيعامل ملفاته بشكل مختلف، ما كنت بديك مثال الارض ليه وبقول لك ان في واحد مش عارف محتاج ميه بالشكل الفلاني ازاي وكل واحد محتاج يخطط بالشكل الفلاني ازاي، ما هو ده الاوبريتنج سيستم محتاج يفهم ان الفايل سيستم ده محتاج الشكل الفلاني او هتعامل معاه بالطريقه الفلانيه. وصلت؟ لا مش هتلاقي بالتفصيل الممل ده، مش هتلاقي بالتفصيل الممل ده بصراحه، لازم تشوف الفيديو بقى يعني مش عارفه اشرح لك ده ازاي. طيب حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته ها؟ حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ طيب كلام جميل. انا عايز بس اوريك حاجه، كل دورك في ده ايه؟ انا عايزك بس تفهم بس الفكره العامه، انا عايزك تفهمها بس لا اكتر ولا اقل والله، ولازم تكون فاهمها بشكل كويس جدا، لازم تكون فاهمها بشكل كويس، لان هيبقى جزء من اولوياتك ان انت تكون عارف الاستورج، لان لو حصل اي خازوق انت اللي هترشق فيه. طيب الحاجه اللي بعد كده، الحاجه اللي بعد كده انا عايز اعرف الاينود نمبرز بتاعت الملفات، انا عايز اعرف الاينود نمبرز بتاعت الملفات، فين الاينود نمبرز بتاعت الملفات دي يا سيدي؟ ها الاينود نمبرز بتاعت الملفات، تعالى كده اكونكت على الماشين بتاعتي اهو، فاكر ls ها ls داش l كان بيعرض لك ايه ها؟ كان بيعرض لك الملفات بالبرميشنز بالاونر بالاكسس تايم باللينك كاونت. طيب بص كده ls داش li، اي معناها الاينود، وريني الاينود نمبر اهو، بص لي كده ايه اللي حصل، عارف الرقم ده هو ايه؟ ده الاينود نمبر بتاع الملف ده، شايف؟ مش قلت لك كل ملف هيكون له رقم؟ طيب السؤال بقى، السؤال بقى
انا عايز اعرف ايه البارتيشنز اللي موجوده عندي اصلا، ايه البارتيشنز اللي موجوده عندي. في عندك امر اسمه دي اف، دي اف معناها ديسك فري سبيس، خلاص. في عندك هتلاقي في عندك فايل سيستمز حقيقيه وفايل سيستمز فيرتشوال، خلاص. زي تمب اف اس ده، ديف تمب اف اس وتمب اف اس ده سيبهم دلوقتي، هنجيلهم قدام، هنجيلهم قدام لسه. بص لي ده، ده بارتيشن حقيقي وده بارتيشن حقيقي، ده فوليوم، ده لوجيكال فوليوم، خلاص. بس ده موجود حقيقي اهو، خلينا نركز على ده. بص لي كده، طب يا المساحه دي عامله بالكيلو ولا بالميجا ولا بالجيجا ولا بايه بالظبط؟ بيقول لك ان البارتيشن ده اهو، ده عدد البلوكس اللي فيه وكم بلوك يوزد، وده الافيلابل اللي فاضل فيه واليوسج بتاعه بالنسبه المئويه، وده معمول له ماونت فين في سلاش بوت. طيب بص كده، طب لو قلت له دي اف داش اتش، داش اتش معناها هيومن ريدابل، هيجيب لك المساحه بتاعته بالكيلو بالميجا وبالجيجا وهيريحك خالص، يعني هيدلعك اهو. نفس الاوتبوت بس جابها لي بشكل افهمه. بص لي كده، ديف اس دي اي مساحته كم ميجا؟ تقريبا 500 ميجا، خلاص. المستخدم كام دلوقتي؟ ها 140 ميجا بس. طيب الافيلابل كام يا سيدي؟ ها 357، 29 ميجا مستخدم ومعمول له ماونت في سلاش بوت. طيب السؤال بقى، انا عايز اعرف عدد الاينودز المستخدمه واللي متاحه للفايل سيستم ده، اعرف ازاي؟ قول له كده دي اف داش اي، داش اي هيقول لك عدد الاينودز المستخدم والمتاح وفاضل لك فري قد ايه. بص لي كده، ديف اس دي اي واحد ده، بص لي عندك كام اينود موجوده؟ 512000. ها طيب الاينودز اللي مستخدمه قد ايه بس؟ 327 بس. بص الفري قد ايه؟ ها عدد الاينودز، ايوه اعتبرها زي عدد البلوكس، اسمها الاينودز وخلاص، ليه بتعذب نفسك يعني؟ فشايف؟ شايف عدد الاينودز قد ايه؟ طيب ليه انا بسميها اينودز وليه مش بسميها بلوكس؟ مش عارف اوضحها لك ازاي، بس دخلنا في سكه غميقه قوي، ولا هتستفيد اي حاجة، مش هتستفيد اي حاجة. هقول لك هتبقى عارف، او هقول لك ايه، بص احيانا لا مش نفس الاسم، سميها اي نودز. لا مش واجهان لعملة واحدة قوي. انا كنت فاكر ان هم واجهان لعملة واحدة قوي كده من فترة، يعني لحد كام سنة كده فاتت، بس مش واجهان لعملة واحدة قوي، سميها اي نودز ماشي. مش عايز ادخل نفسي في السكه دي، انا بحاول اتفاداها باي شكل ممكن عشان ما اضيعش وقت اكتر من كده. بس ارجع تاني بس لسؤال الراجل دول، هتستفيد ايه لما اعرف رقم الاينود؟ مش هستفيد اي حاجه غير حاجه بسيطه جدا. بص عمرك اتحطيت في موقف تيجي تنقل داتا على البارتيشن يكون البارتيشن فيه سبيس ويقول لك مش قادر انقل داتا؟ عمرك اتحطيت في الموقف ده؟ انا اتحطيت في الموقف ده في 2006 او 2005، خلاص. كان عندي كمبيوتر كده بنتيوم، اجي انقل ملفات، والله كنت جايب ايامها هارد 160 وكان لسه نازل. بص والله العظيم كان بيجي بالطلب الهارد ديسك ده ايامين، كان اقصى حد من زمايلي وقتها كان عنده 40 جيجا، ده كان اقصى حاجه موجوده، وانا كنت لسه جايب 160 ده، وقعدت اكتر من اسبوعين مستنيين حد ما جالي، خلاص. عايز اقول لك كان عندي هارد 160 وعمال فري سبيس موجوده، اجي انقل الملفات عليه، ها اللي يحصل؟ ما يرضاش ينقل. ايه يا عم الشغلانه الهباب دي؟
ده الديسك اللي محدش عارف له ملامح ده. طيب عارف ده معناه ايه ساعتها؟ ان السبيس كفري سبيس موجوده، لكن عدد الاينودز اللي موجوده عندك ما عادش كفايه ان هو يخزن ملفات. معنى كده ان انت وانت بتعمل الفايل سيستم كنت مخلي البلوك سايز كبيره قوي، او كل اينود بمعنى ادق بيشاور على مساحه كبيره، وانت لما جيت خزنت ملفات مساحتها صغير جدا. فبقى عندك دلوقتي ويستد مساحه كبيره جدا. عارف بالظبط عامل زي ايه؟ بص كده تعال اديك مثال على البتاعه دي ابقى فاهمها لك عشان تبقى واضحه معاك. بص يا سيدي، دي الصاله بتاعت بيتكم، دي الصاله بتاعت بيتكم، ماشي كده؟ الصالة دي عملتها بلاطة، كل بلاطة 2 متر في 2 متر. جبت انت بلاطة عملاق كده، رحت جبت رخام، ابوك ما شاء الله معاه فلوس كتيرة كده وعنده فلوس زي الرز. خلاص؟ عيلة ما شاء الله غنية. وجيت عملت كل بلاطة 2 متر في 2 متر. وراح جاي المهندس اللي بيصمم الشقة قال لك بص يا عم انت هتحط كرسي فوق كل بلاطة. في كرسي اصلا حجمه 2 متر في 2 متر، كرسي في الطبيعي حجمه 60 في 30، 60 في 60. خلاص؟ فايه اللي بيحصل؟ هتحط الكرسي على البلاطه دي، بس بقيه البلاطه ايه اللي حصل لها؟ ها بقيه البلاطه ايه اللي حصل لها؟ المساحه بتاعتها ضايعه اهو، شايف في فراغات في النص قد ايه؟ اهو ده اللي حصل معاك يا معلم. انت جيت قلت له ها حجم الاينود او البلوك سايز بتاعك بتاع الاينود، الاينود سايز، الاينود هيشاور على بلوك مساحته قد ايه؟ وليكن 1 ميجا. طب انت جيت خزنت ملفات، كل ملف حجمه الملف ال 4 كيلو، والتاني 7 كيلو، واللي بعده مش عارف ده 50 كيلو. ده محتاج اينود، تخيل ده محتاج اينود، وده محتاج اينود تاني، وده محتاج اينود تالت. التلاتة اينودز هيستخدموا مساحة قد ايه دلوقتي؟ 3 ميجا. لكن المساحة الفعلية اللي انت مستخدمها كام؟ 4 و7 11، 11 و50، 61 كيلو بس. وبقيت المساحة دي بالكامل ضايعة، ما تقدرش تحط عليها. ليه؟ لأن قلت لك كل اينود بيشاور على ملف واحد، ما ينفعش ملف يشاور عليه أكتر من أي نود. خليك فاكر القاعدة دي، تمام؟ فيبقى أنت كده لبست نفسك، فتبقى عندك المساحة سبيس، ها السبيس موجودة بس مش عارف تكتب عليها لأن مفيش أي نودز كفاية. في الحالة دي عشان تتأكد إن المشكلة مش من الأي نودز، لازم تكون عارف إزاي تعرض ها الأي نودز اللي عندك، وتشوف قد إيه مستخدم وقد إيه متاح. خلاص؟ طيب الحاجة اللي بأكد عليها، اللي احنا قلناه النهاردة ده كله، احنا النهاردة يعتبر ضيعنا يوم كامل، يوم كامل ضاع معايا، وما عنديش اي مشكلة ان يوم يضيع، بس اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة ده اساس الستورج اللي هنمشي عليه لحد نهاية الكورس. ده اساس انا ببني اساس النهاردة عشان ما اعذبش نفسي مرة تانية. خلاص كده؟ حرفيا والله العظيم اللي احنا بنعمله النهاردة ده اساس هيفضل شغال معاك من النهاردة لحد ما نخلص. عايز اقولك لو واحد فيكم ربنا كرمه ولا حاجة وراح اشتغل في EMC وبدأ يدوله كورسات، اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة ده هو الاساس بتاع الستورج. ولما نيجي نريد والـ LVM ومش عارفه وشوية حاجة كده، هنتكلم على شوية تكنولوجيز هنتكلم عليها وهنطبقها عملي بقى. يعني النهاردة يوم نظري، النهاردة يعتبر يوم نظري بكل بساطة. شوف هيفرق معاك قد ايه لما تروح للناس بتاع EMC. لو ده يعني لو ربنا فيكم حد كرمه يعني وراح اشتغل هناك ولا حاجه وظبطوه، ماشي. طيب حد عنده اي سؤال في اللي انا قلته النهارده؟ ليه اشمعنى EMC؟ هم ملكوا الاستورج، ده رقم واحد.
الحاجة التانية المصريين محتلين اي ام سي. اي ام سي هي تحت الاحتلال المصري بكل بساطة. خلاص؟ لا، في مهندسين كتير جدا 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 مصريين شغالين في اي ام سي. اي ام سي دي اكبر شركة بتعمل منتجات ستورج موجودة في العالم. بس بكل بساطة. ماشي؟ يا عم اسمع مني انا بقى، كل مهندسين اي ام سي اللي موجودين في الخليج هتلاقيهم 99 منهم مصريين. الهنود عددهم اصلا اقل من المصريين فيها، مش هقول لك بقى الهنود نفسهم اقل من المصريين. ده دي حاجه، دي معلومه موثقه بالنسبه لي، ده شغلي كل يوم معاهم. انا كل يوم عندنا مهندسين اي ام سي، كل يوم عندنا مهندسين اي ام سي حرفيا، وكلهم بالكامل مصريين. والمشاريع للشركات الكبيره جدا واخدها في الخليج كله هتلاقي مهندسين اي ام سي معظمهم مصريين. اشتغل كل حاجة يا عم. أنا مدرس رياضة فرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي. ماشي؟ طيب. حد عنده أي سؤال في اللي أنا قلته النهاردة؟ ها؟ طيب ماشي. النهاردة كفاية جدا، هبدأ النهاردة تقريبا 7 7 و5 حاجة كده، وإيه وخلاص والله صوتي وجعني أساسا من كتر الكلام. فإيه النهاردة يبقى كفاية جدا، بكرة هناخد السوفت لينك والهارد لينك، وهنكمل بقية الموضوع بتاعتنا. حد عنده أي مشكلة؟ ها كده كام في المنهج؟ كده أنا يعتبر خلصت 50% من التراك الأول، يمكن يكون تخطيت 50%. بكرة إن شاء الله هوصل ل 80% معاكم التراك الأولاني، لأن أنا عندي اللي باقي في التراك الأولاني حوالي 6 يونتس. الستة يونتس كلهم مواضيع كتير، بس كل موضوع صغير، يعني كل موضوع 10 دقايق ربع ساعة كحد أقصى. كل موضوع 10 دقايق ربع ساعة، ربع 10 دقايق ربع ساعة. فأنا ممكن في يوم واحد أخلص 5 مواضيع مثلا، وهو ده اللي هيفرق معانا. تمام كده؟ لا مش هتلاقي الجزء ده مشروح خالص فردهات، مش هتلاقيه مشروح خالص فردهات. دور بقى على النت بقى اللي بدولك ده يا عم، خلصت حاجات قعدت ذاكر فيها بقى لي 10 سنين. ماشي؟ طيب. يعني اتعلمت الحاجات دي بالذات لما بدأت موضوع الماجستير، وكنت بقى يعني كنت المشروع بتاعي في الماجستير اللي لسه ما خلصتوش بالمناسبة هو الستورج. فانا كان فرضا عليا ان انا اذاكر ستورج لو ليفل قوي. خلاص؟ فبس ايه؟ ده ادخل القشور اللي بره، يعني مش كل حاجة، يعني القشور. ما احاولش اورطكم معايا واورط نفسي في ايه؟ في ان انا اشرح حاجات اقعد اضيع فيها وقت على الفاضي. خلاص؟ طيب الجزء الأول النهاردة الثلاث، هيبقى عندنا أربع وخميس. ممكن يوم الحد اللي جاي إن شاء الله أكون خلصت الجزء الأول، الحد اللي جاي بإذن الله. تمام كده؟ طيب ماشي. طيب هننتهي النهاردة إن شاء الله على كده. أشوفكم على خير بكرة بإذن الله. السلام عليكم.